اهلا بيكم. في ظل الاوضاع الاقتصاديه الداخليه والعالميه واتجاه الدوله لتصحيح خطوات سابقه بالاتجاه الى التصنيع، شايف ان احنا محتاجين كمجتمع وكحكومه نعيد الاعتبار للتعليم الفني. مطلوب مننا نغير الصوره الذهنيه عن التعليم الفني على الاقل مجتمعيا، لان هقول لك بالارقام الحكومة والدولة اشتغلت من 2014 على تطوير التعليم الفني. التعليم الفني نظرة المجتمع ليه غير جيدة. بمعنى لو جه شاب خريج تعليم فني بيعمل في مصنع بيتقاضى أجر جيد يستطيع أن يفتح به بيت وتقدم لبنت حضرتك الجامعية خريجة كلية آداب مثلا أو حقوق، فهتقول له لا ما عنديش بنات للجواز، انت مؤهل متوسط وبنتي مؤهل جامعي. قال يعني خريج الجامعات بهو زي الفل يعني، ما كلها بطاله مقنعه. ده صوره من صور النظره الاجتماعيه. النظره الاجتماعيه ان انت بتبقى قاعد وسط اصحابك تقول انا عندي ثلاث اخوات، واحد معاه بكالوريوس ايه والتاني ليسانس ايه والكلام، وتيجي عند اخوك اللي خريج تعليم فني فتقول له يعني الشاب ده كانت ظروفه صعبه في التعليم. هذه هي النظره. تعال اخدك إلى دولة من العظماء السبع في العالم في الاقتصاد والتصنيع، وهي ألمانيا. ألمانيا بنت نهضتها الاقتصادية الحديثة على التعليم الفني. وينظر يعني ليس كل خريجي ألمانيا الشباب خريجين جامعات، بل أغلبهم والنسبة للقطاع الأعظم خريجين تعليم فني. وده اللي خلى ألمانيا تتجاوز صادراتها 1500 مليار دولار. مصر بتطمع في 2025 تبقى صادراتنا 100 مليار دولار. صادراتنا دي مش هتيجي، هو طبعا في اسباب كتيره واهداف تدفعك تحقق هذا الهدف الاعظم، بس من بينها الاهتمام بالتعليم الفني. ما التصدير ده تصنيع، والتصنيع يبقى انت عايز عماله فنيه مدربه. لك أن تتخيل مثلا أن عدد طلاب التعليم الفني في المرحلة الثانوية يشكلوا 55%. يعني لو خريج الإعدادية 1000 واحد، 550 بيروحوا تعليم فني و450 بيروحوا التعليم الثانوي العام. لكن هتلاقي الاهتمام الإعلامي بنتيجة امتحانات الثانوية العامة كبير، حتى أن الوزارة بتعقد مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا ما اعلن نتيجه الثانويه العامه. لا انا عايز مؤتمر صحفي لمعالي وزير التربيه والتعليم يبقى خاص بالتعليم الفني. انا عايز اعيد الاعتبار للتعليم الفني في بلادي. عايز اغير الصوره الذهنيه عن التعليم الفني. التعليم الفني هو قاطره تنميه ونمو هذه البلد. التعليم الفني بقى مقسم عندنا في منه تعليم فني تجاري وصناعي وزراعي وفندقي يعني. وعندنا دلوقتي أكتر من حاجة و30 مدرسة بقت تعليم فني تكنولوجي. يعني بقينا 38 مدرسة بالظبط هيوصلوا ل 55 خلال السنوات القليلة القادمة. يبقى أنا عايز أدفع ولاد بلدي الشباب وفهموا إيه هو التعليم الفني وأهميته. طيب لو إحنا كمجتمع غاوي منظرة وفشخرة وباصص على المؤهل، يا سيدي خرج التعليم الفني نديله درجة البكالوريوس، هو مين اللي بيديها له؟ مش الدولة؟ عشان أنا كشاب خريج تعليم فني أروح للبنت اللي بحبها خريجة أداب أو حقوق وأقول لأبوها أنا معايا بكالوريوس، إيه المشكلة يعني؟ يعني ده كلها ورق. بس أنا يهمني هنا أغير صورة ذهنية وفي نفس الوقت أطور أدوات هذا الطالب اللي بيدرس التعليم الفني، واقول له ان البلد عامله لك تعليم فني راقي وعلى مستوى التكنولوجيا. في المانيا بيروحوا رابطين هذا التعليم الفني بالمصانع، فيجي مصنع يتكفل بمصروفات معهد بالكامل على اساس ان خريجي هذا المعهد هيعملوا في هذا المصنع ويقدموا له دعم، والطالب بيقضي جزء من الوقت للدراسه وجزء من الوقت داخل المصنع. وأول ما بيتخرج بياخد المرتب وبيطور نفسه. والله هذا الخريج المعهد الفني في ألمانيا
واشتغل في مصنع كبير للسيارات عايز ياخد بكالوريوس وجامعة، أهلا بيه. هي دي الصورة اللي عايزين نهز بيها هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي يبحث عن الشكليات، اللي يهمه ابنه ياخد بكالوريوس حتى لو قاعد جنبه في البيت 10 سنين عاطل منهم 9.5 سنين قاعد على القهوة. يبقى احنا لازم نعمل ده. أرقام التعليم الفني في مصر مبشرة خلال السنوات الماضية. عندنا تعليم فني، بقول لحضرتك تعليم تكنولوجي في 38 مدرسة، يعني ده رقم كبير بالمناسبة. يعني عدد المدارس التطبيقية التكنولوجية 38 مدرسة، متوقع تصل عدد مدارس التكنولوجيا 55 مدرسة. عدد التخصصات 70 تخصص. التعليم الفني فيه تفصيلات أكتر جوه الأربع تخصصات الرئيسية اللي هي التجاري والفندقي والزراعي والصناعي، في حوالي 200 تخصص. طيب عايزين تفاصيل وازاي اشجع ابن بلدي الشاب ان هو يروح للتعليم الفني. معايا على التليفون استاذنا الدكتور عمرو بوصيله، رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني، مدير وحده تشغيل المدارس التكنولوجيه. مساء الخير دكتور عمرو. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك استاذ. اتمنى الارقام اللي اكون ذكرتها يعني صحيحه، ولو فيها اخطاء اتمنى تعدلها لي. لا يا فندم مش بنقول اخطاء، احنا بنقول بس ابديتنج للارقام. احنا حاليا الحمد لله امبارح وقعنا مدرسه رقم 48 في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، وان شاء الله في البايب لاين في 2-3 تانيين عشان نتجاوز ال 50 مدرسه في القريب العاجل. دول الطلبه اللي هم خريج المرحله الاعداديه، كله خريج المرحله الاعداديه. وهيقعدوا في المدرسه التكنولوجيه كام سنه؟ ما بين 3 سنوات و5 سنوات، في بقى معظم المدارس 3 سنوات وقليل منها 5 سنوات. الحقيقه الفلسفه اللي حضرتك اتكلمت بيها هي اصابت كبد الحقيقه، لان احنا بدانا في سنه 2013 في الوزاره تطبيق استراتيجيه لتطوير التعليم الفني اللي تعتمد على مجموعه من المحاور، واحد من اهمها زي ما سيادتك ذكرت يعني اقتداء بالتجربه الالمانيه في المقام. هي تجربه رائده في المانيا. تمام يا فندم. واحنا الحقيقه في تعاون كبير حضرتك عارف ما بين التعليم الفني المصري والالماني من سنه 96. ده في اتفاقيه بين مصر والمانيا من 2006 على ما اذكر، يعني من سنه 96 وتم تجديدها 2006 وتم احيائها ثاني سنه 2013. كل ده لدعم عملية التعليم وتدريب الأطفال في جمهورية مصر العربية. في الحقيقة أنه مشاركة القطاع الخاص واحد من أهم المحاور الرئيسية اللي بتعتمد عليها استراتيجية تطوير التعليم الفني، لأنه في المقام الأول خريج التعليم الفني بيلتحقوا 90% منهم بالقطاع الخاص، وبالتالي كان لزاما على الوزارة الاستعانة في بالقطاع الخاص في عملية وضع المناهج الجديدة القائمة على منهجية الكادرات. كمان عندنا حاجة مهمة جدا إن هم يحطوا المتوقع ايه في المستقبل القريب بالنسبه للوظائف بتاعت المستقبل، ونقدر نشيل ايه من الوظائف اللي عفى عليها زمان، بحيث ان الخريج بتاعنا دائما وابدا يلبي احتياجات سوق العمل المصري والمحلي والاقليمي والدولي بعد كده. طيب التدريب للطلبه، هل عندنا هنا مصانع وشركات كبرى بتتكفل بتدريب ومصروفات تعليم هؤلاء الطلبه؟ طبعا احنا عندنا الطلبه في التعليم والتدريب. يا ريت حضرتك تعلي صوتك بس. عندنا الطلبه في التعليم المزدوج وفي التكنولوجيا التطبيقيه وفي مراكز التميز بيقضوا تقريبا 30% من وقتهم جوه الفصول الدراسيه و70% في المعامل والورش العمليه، سواء كانت داخل المدرسه جزء يسير، والجزء الاعظم بيكون موجود في المصانع والمؤسسات، لان احنا بنقول التعليم الفني ده عمليه متكامله، مصنع، مؤسسة تجارية كبيرة، مزرعة إلى آخره. وبالتالي الطالب بياخد القسط الأكبر من التدريب العملي في هذه المؤسسات اللي هتؤدي بيه في نهاية الأمر إن هو يلتحق بفرصة العمل اللي منتظراه نظرا لأنه اتدرب التدريب الكافي للقيام بهذه الوظيفة طوال فترة دراسته في المدرسة. ويتقاضى مكافآت مالية نظير قيامه بهذا التدريب العملي. عندنا كم تخصص في التعليم الفني؟ أكثر من 205 تخصص في التخصصات المختلفة سواء زراعية أو صناعية. كأمثلة دكتور عمرو. والله الأمثلة لا حصر لها، لكن إحنا هنقول قطاعات. عندنا في الحاجات الجديدة اللي فتحناها موضوع
التعاون مع شركات البترول زي شركه إني في حقل ظهر بالتخصصات اللي في البترول كلها، عندنا الحلي والمجوهرات، عندنا مدرسه الفنون اللي بتطلع فني الصوت والاضاءه والرسوم المتحركه وخلافه، عندنا في مجال الارتفيشال انتليجنس مع اتش اس تي اللي هو الذكاء الاصطناعي، عندنا مع اي بي ام في مجال الاي تي، عندنا في الزراعات الحديثه وتصنيع الاجبان، عندنا في الريتيل اللي زي مؤسسه بي تك عندنا معاها برضه شراكات، بالاضافه طبعا للتخصصات الفندقيه مع كبارات الشركات، وقريب جدا هيكون في فنادق كبيره جدا برضه بتسعى لعقد شراكات مع الوزاره من اجل تخريج فنيين على اعلى مستوى في مجال تخصصاته. طيب بالنسبه للمعاهد الفنيه اللي الطالب بيقضي فيها 5 سنوات بيحصل على شهاده ايه بقى؟ هو حاليا من ضمن الاستراتيجيه بتاعت تطوير التعليم ان احنا بنخليها زي نظام مجامعات التكنولوجيه السابق لو حضرتك تسمع عنه، اللي هو 3+2+2، يعني الطالب بيخش عندي بعد المرحله الاعداديه بياخد 3 سنوات بيتحصل على الدبلوم فيقدر يخش على منظومه العمل على طول ويقتحم سوق العمل. بعد كده لو عايز يطور مستواه بياخد 2 سنين كمان ويحصل على ايه بقى؟ بكالوريوس؟ 2 سنين ده اول 2 سنين، بعد الـ3 بيحصل على حاجه اسمها دبلوم فني متقدم او دبلوم تكنولوجي متقدم، ومن ثم بيدرس 2+2 كمان في احد الجامعات التكنولوجيه فيتحصل على بكالوريوس التكنولوجي في ذات التخصص. يعني هو بعد ما يخلص الـ3 سنين الثانوي الفني امامه فرصه ياخد الـ4 سنين عشان يحصل على البكالوريوس على 2 سنين في 2 سنين. مظبوط. وكل ده وهو شغال وبيتقاضى اجر. بالظبط كده، او على مره واحده 4 سنين متصله طبقا لنوعيه العمل اللي هو بيلتحق بيها، او اذا كان هو عايز يتفرغ للعمليه الدراسيه. طيب فالحقيقه التطوير ده في عمليه التعليم لسياسه الدوله، مش حاجه مختصه بوزاره التربيه والتعليم فقط، ولكنها دي فلسفه الدوله مفهوم. مظبوط يا فندم، بتخص وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي عملت الجامعات التكنولوجيه لاستكمال هذه الخطه للنهوض بالتعليم الفني، واحنا عملنا هذه الانظمه المتعدده اللي بتتميز بالمرونه الكافيه لتلبيه احتياجات الطلبه واحتياجات سوق العمل في نفس الوقت. طيب لو انا وحضرتك واكيد عدد كبير من الساده المستمعين مهتمين بالتعليم الفني شايفينه هو احد يعني خطوات او احد عربات قطار التنميه في مصر لو احنا اردنا نصل بالتصدير ل 100 مليار دولار واكثر الى اخره، ازاي اعيد تلميع الصورة الذهنية للتعليم الفني في أعين المجتمع؟ وللأسف الصورة الذهنية ليست جيدة. ده حقيقي. في الحقيقة احنا بنلجأ للإعلاميين المميزين ووسائل الإعلام المختلفة، احنا بدأنا بنظهر في كثير من المنابر الإعلامية المميزة زي من بصياتك عشان نوضح للناس هذا التطوير اللي الدولة عملته لأولادها في المقام الأول. الحقيقه بنحاول نشوف السوشيال ميديا نقدر ناثر فيها ازاي عشان نطلع نماذج. في حال التعليم احنا مؤمنين في الوزاره بحاجه محدده انه خير مثال لتقديم او لتغيير هذه الصوره النمطيه السيئه عن التعليم الفني النماذج الناجحه. فاحنا دلوقتي بنوري الناس مدارسنا، حضرتك خد الكاميرا بتاعتك وانزل صور في المدارس، بص على الطلبه اللي احنا بنفخر بيهم وبنفخر بمستواهم، بص على المؤسسات اللي هم بيشتغلوا فيها، بص على شركاء النجاح بتوعنا سواء المحليين او الدوليين. هي دي قصص النجاح اللي احنا من خلالها بنقول ان فعلا حصل تغيير حقيقي على الارض لحال التعليم الفني في مصر. هل يعاني خريج التعليم الفني من البطاله زي خريج الجامعات؟ انا عايز اقول لحضرتك ان نسبه التشغيل عندنا في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه على سبيل المثال بلغت 75% تقريبا. يا دي نسبة التشغيل، الباقي بيبقى حوالي أكتر من 20% بيخشوا جامعات التكنولوجية، يعني هو ما فقدش فرصته في سوق العمل، لكن هو أجل أو أرجأ فرصة التحقق في سوق العمل لغاية ما يتحصل على البكالوريوس التكنولوجي. والباقي بيبقى ظروف طبعا اجتماعية، الأمر لا يخلو من ظروف للناس، أنا ودي تبقى نسبة بسيطة جدا. في المقابل أعتقد إن نسبة العكس بالعكس في خريج الكليات النظرية. طب كان في يعني انعقاد دورة تانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي ده مؤخرا يعني خلال
يومي 2021 فبراير. مظبوط. ايه اهميه هذا المنتدى وطلعتوا منه بايه؟ طبعا التوصيات بتاعه المؤتمر اكدت على زياده مشاركه القطاع الخاص، لان احنا بنتكلم النهارده باقتصاد قوي في حجم الاقتصاد المصري، ما ينفعش يبقى عندنا بس 50 مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه. احنا عايزين نضاعف العدد ده اضعاف مضاعفه، يمكن بنتكلم في 10 اضعاف. ليه؟ لانه الاقتصاد المصري يستوعب ده. احنا عندنا نقص في العماله الفنيه في مجالات كثيره جدا، وفي واحنا ما بنشجعش المؤسسات الكبيره بس، احنا كمان بنشجع المؤسسات المتوسطه والصغيره انها تلتحق بهذه الانظمه المختلفه اللي بتلبي احتياجات الجميع، عشان في النهايه كل مؤسسه تتحصل على الفني اللي يقدر يلبي احتياجاتها ويطور من اداء هذه المؤسسات. فدي اهم توصيه من التوصيات، بالاضافه طبعا الاستمرار التوسع في الاستعانه من القطاع الخاص في ان هو يضع معانا المناهج ويضع الطرق الحديثه في التدريس عشان نخرج خريج على اعلى مستوى لتلبيه احتياج سوق العمل. يعني المدارس التكنولوجيه ده الابجريد او تطوير للمدارس الفنيه القديمه؟ مظبوط، هو ده النموذج المصري للتعليم والتدريس. طب ايه شروط التحاق الطالب بالمدرسه التكنولوجيه؟ اول حاجه يكون متحصل على الاعداديه في السنه دي او السنه السابقه ليها. كل مدرسه بتحط الشروط بتاعتها، اذا كان المجموع 90% او اقل بحاجه بسيطه، لانه المجموع عندي ما بيقلش عن 80%. لابد يكون الطالب مميز في بعض المواد زي اللغه الانجليزيه والعلوم في بعض التخصصات. كل مدرسه او كل مهنه هنا بتحط الاختيارات بتاعتها اللي تؤهل الولد ان هو يلتحق بهذه المهنه مستقبلا. لكن في حاجه مهمه جدا، اتفضل. امتحانات الدبلوم احنا خلينا في ممثل في لجنه اختبار الدبلوم من سوق العمل، ده بيخلي المستفيد الرئيسي اللي هو القطاع الخاص هو اللي بيجيز الطالب ده للتخرج او لا. فبقى فيش حجه النهارده ان يتقال ان خريج التعليم الفني مش على المستوى المأمول، لان ده مش موجود بس في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، حاليا ده مطبق في اكثر من 40% من اجمالي مدارس التعليم الفني على المستوى الجمهوري. خليني اشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو بوصيله، رئيس الاداره المركزيه للتعليم لتطوير التعليم الفني بوزاره التربيه والتعليم. يعني خلاص قربنا كده على شهر رمضان المعظم كل سنه وحضراتكم طيبين، ودايما بيبقى عندنا الاسئله التقليديه اللي انت تقعد تسمعها وكان احنا ما يعني محتاجين مع دخل كل رمضان نقعد يعني نسال هذه الاسئله، لكن بنحتاجها. يعني على الاقل شباب جديد بيصوم، شباب جداد، حد بدا يعني ما كانش بيصوم وهو صغير ابتدى يتعود الصيام. فعندنا كم سؤال عايزين نوجههم للصديق العزيز فضيله الشيخ احمد ترك من علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا مولانا. مساء النور، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب، رمضان قرب اهو. بالف خير، كل سنه والمسلمين بالف خير ومصر كلها بخير. طبعا احنا هيكون بيننا وبين حضرتك حلقه تنورنا فيها في الاستوديو بعد اذن حضرتك، ونبقى مجمعين اسئله كتيره، بس في اسئله جت للبرنامج قلنا نسال حضرتك. يعني في سؤال بيقول ان انا والله سواء راجل او ست كان عليا 3 4 5 ايام من رمضان اللي فات ما صمتهمش، وكان لظروف صحيه، هو انا لازم اقضيهم قبل رمضان اللي جاي ده ولا ممكن ارحلهم، ولا انا طلعت عليهم فدو او فديه يبقى خلاص مش محتاج اصومهم؟ هو معلوم ان المريض الذي يرجى شفاؤه، بمعنى نزلة برد عادية، عنده كورونا، حاجة من الحاجات الطارئة دي وربنا شفاه، وجب عليه القضاء، لا يجب عليه الفدية. القضاء يعني يصوم مكانها أيام، نفس الأيام. وإذا مر عليه رمضان اللي بعده ماله، يصوم بعد رمضان مش مشكلة. إنما المريض الذي لا يرجى شفاؤه، بمعنى إنه هو عنده مرض مزمن ومتعايش معاه، زي ابائنا واخواتنا وقلب سكر القلب السكر الحاجات دي كلها، والدكتور قال له ما تصومش، يبقى ما يصومش، وعليه ان يخرج فديه اطعام مسكين عن كل يوم. وبعدين احيانا الصيام يا استاذ خير بيكون حرام بالمناسبه. يعني الدكتور لو شدد على مريض انه ما يصومش علشان في خطوره على صحته وصام، هو هنا بيرتكب حرمه، لان الحفاظ على النفس اولى من الصيام، وربنا اللي امرك بالصيام هو اللي امرك بالفطر. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
طيب فيما يتعلق ببخاخة الربو اللي بياخدها قرابة 10% من المصريين. والله بص أنا دائما أقول لمرضى الربو افطروا. يعني دائما أقول لهم افطروا، أنتم من أهل الأعذار. إنما لو هو صمم على الصيام بنقول له لا يجوز إن أنت تاخد بخاخة الربو، وطلعت فتاوى كثيرة جدا من دار الإفتاء المصرية حول هذا الموضوع وبجوازه. وفي آراء طلعت من دار الإفتاء بإفطار إن بخاخة الربو تفطر. هو أنا اللي بقول إيه؟ إن هو مريض ومريض يعني مزمن، ده مرض مزمن. ما الناس بتحب تصوم يا مولانا برضو يعني. ما هو إحنا اتفقنا هو، ما هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام، أمرنا بالفطر في بعض الأحوال. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة استخدم هذه الرخص يعني في فتح مكة. أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وتعمد أن يفطر بعد العصر ويشرب الماء أمام الناس أجمعين عشان يعلمنا. فمن أفطر بسبب المرض أو بسبب أي عذر من الأعذار كتب له أجر الصيام كاملا من غير أن ينقص الله تعالى. يعني مريض الربو اللي بياخد البخاخة لو أفطر 30 يوم ربنا هيكتب له ثواب 30 يوم. صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الحديث القدسي يقول الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يصنع. واحد كان بيصوم وربنا ابتلاه بمرض وأفطر بسبب هذا المرض، الله يقول للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يصنع. يعني بخاخة الرب انقسمت الآراء عليها، في رأي بيقول تفطر ورأي يرى أنها لا تفطر، لكن المعتمد من دار الإفتاء المصرية أخيرا أنها لا تفطر. طيب. لكن أنا بقول له افطر. طيب يصوم ولا يصلي؟ ارتكب معصية لكن الصيام لا يبطل، لا يعني الصيام غير باطل، الصيام صحيح. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل وهو كريم. هو هيتقبل إن شاء الله صيامه، لكن الصيام منقوص، لأنه كده بقى يبقى السيارة ماشية على 20 مش ماشية بسرعتها التقليدية. انقطع دم الحيض قبل أذان الفجر تصوم على طول؟ تصوم على طول قبل الأذان، قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر خلاص يومها كده إن شاء الله تصوم. أما إذا انقطع بعد الأذان أو في وسط النهار لا، ربنا رخص لها إن هي تفطر اليوم ده وتقضي هذا اليوم. طيب دلوقتي علماء الإسلام حددوا مسافة 80 كيلو اللي بيتجاوزها وهو مسافر يفطر. البعض بيقول لك يا أخي 80 كيلو إيه؟ ده من أكتوبر للتجمع 80 كيلو هفطر؟ فالناس ما بتاخدش بهذه الرخصة أو الفتوى، تعليقك؟ هذه آراء فقهية قديمة. كانوا بيمشوا 80 كيلو بالجمل كان يقعد فيهم نص يوم. فده كان اسمه سفر يا فندم. طيب. انما احنا ما دام اسمه سفر، ما دام انت بتقول انا مسافر، ففي عرفنا وفي العقل الجمعي بتاعنا في عصرنا دلوقتي اسمه سفر. خلاص افطر. انما ده على راي حضرتك ال 80 كيلو اللي الجمل كان بيقعد يمشيهم يوم العربيه بتاخدهم في ربع ساعه. فيعني فهذا يعتبر من الاشياء برضو اللي لازم تتغير، من الأشياء اللي لازم تتغير في الأحكام. ولا حسب قدرة الصائم لو قدر يكمل أو ما يكملش؟ ما احنا اتفقنا هو أصل العبادة كلها قائمة على القدرة واليسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هي الشريعة كلها والأحكام كلها قائمة على اليسر والتيسير، وقائمة على القدرة بما لا يوجد هناك مشقة ولا فيه هلاك محتمل ولا خطورة محتملة. ده الأساس اللي بيمشي عليه الفقه أو الأحكام الشرعية. يصوم وهو مقاطع إخوته، مزعلين ومزعلين مراته، صيامه صحيح ولكن قد ارتكب كبيرة قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر اللي نص عليها القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى يعني شدد على هذه المسألة.
تعذر عليه بعد انتهاء صوم آخر أيام رمضان دفع زكاة الفطر حتى الآن. إذا تعذر دفع زكاة الفطر، إذا تعذر عن دفع زكاة الفطر سقطت عنه، لأنه الزكاة مرتبطة بالقدرة. مدام عنده فائض عن أكل أولاده وعن احتياجاتهم الرئيسة يطلع زكاة الفطر. طب لو فقير ومحتاج؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصيامه يقبل؟ صيامه مقبول حتما إن شاء الله. ما فيش أي حاجة بتبطل الصيام إلا المبطلات الطبيعية زي الأكل والشرب والعلاقة الزوجية إلى آخره. إنما ما فيش أي حاجة أبدا في الدنيا نقدر نقول أنها مبطلة من مبطلات الصيام كما هو شائع ما بين الناس. الطهارة من الحدث الأكبر بعد العلاقة الزوجية ده ينبغي أن يتم قبل أذان الفجر ولا الطهارة ليست من شروط الصيام؟ ملهاش علاقة. مدام العلاقة الزوجية كانت قبل الفجر وهو أصبح جنوبا يبقى يغتسل بعد ما يستيقظ من النوم وهو صائم. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت بتقول كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم. أفطر على أذان التلفزيون في القاهرة الكبرى ولا يقول لك الشيخ زايد وأكتوبر يفطروا متأخر علشان يفطروا متأخر 3 دقائق؟ لا، هو دلوقتي حاليا في دقة كبيرة جدا في مسألة المواعيد، مواعيد الأذان المغرب. أذان المغرب في كل منطقة لها ميقاتها، فإذا كان أكتوبر وزايد والمنطقة دي كلها متأخرة شوية بناء على هيئة المساحة المصرية وبناء على ما يصدر عن المتخصصين في هذا المجال يبقى يفطر عليه. يفطر عليه. طيب يفطر. دفع زكاة الفطر تبدأ امتى وتنتهي امتى؟ من بداية شهر رمضان وتنتهي عند صلاة العيد. يعني ممكن دفعها منذ اليوم الأول؟ مو واحد يقولك أنا بنسى وكده فيدفعها، وأنا بنقول هذا الكلام برضو، بداية رمضان خير وبركة. طيب صلاة التراويح في المنزل أم في الجامع؟ الاثنين صح. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت، وصلاها في المسجد أياما، وكثر الناس خلف رسول الله ولم يخرج إليهم خشية أنها تفرض عليهم، وجمع سيدنا عمر الناس خلف أبي بن كعب في بعد 20 سنة من وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يومها والمسلمون يصلونها في المسجد. لكن انت لو صليتها في البيت بأولادك ما فيش مشكلة، عايز تنزل تصليها في الجامع عشان تشوف الخير وتسلم على جارك وبتاع ما فيش مشكلة وربنا يتقبل. حدها الأدنى من الركعات كام؟ ركعتين. الحد الأدنى من الركعات ركعتين أو 8 أو 20 غير الوتر. يعني لو واحد صلى الركعتين وصلى معاه الوتر خلاص كده تسمى صلاة التراويح وفي البيت. لكن المشهور ان هي 8 ركعات. 8 ركعات معاهم الشفع والوتر. ايضا عدا الشفع والوتر. والمشهور ايضا ان هي 20 عدا الشفع والوتر. هو يصلي قد ايه في البيت والست المريضه والراجل المريض عايز يصلي تراويح في البيت؟ احنا اتفقنا ان صلاة التراويح هي فضيله ليست بواجبه ولا ملزمه، انما هتصلي عقدر ما تستطيع ربنا هيعطيك الاجر. اشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد ترك من علماء الازهر الشريف. هيبقى لنا لقاء مطول مع فضيله الشيخ قريبا باذن الله. خليني اروح للدكتوره منار غانم عضو الهيئه الاعلاميه الهيئة العامة للأرصاد. مساء الفل دكتورة منار. حضرتك أستاذ محمد ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. بدأنا من يومين كده نحس إن في موجة حر، درجة الحرارة ارتفعت مثلا يوم الأربعاء وصلت ل 31 درجة الساعة 12 الظهر، الناس قالت الشتاء خلص. هل الشتاء خلص؟ لا لسه الشتاء لم ينتهي، يمكن احنا بالفعل ده في ناس قلعت السويتر الصبح يعني. اي هو طبعا مع ارتفاع درجات الحراره اللي شفناها امس واول امس، كان الامس العظمى على القاهره الكبرى وصلت 32 درجه مئويه، كان ذروه ارتفاع درجات الحراره اعلى من المعدلات، فاكيد احنا فتره النهار كلنا حسينا بالاجواء الحاره وكنا حاسين ان احنا عاوزين نخفف. طب البرد اللي بالنهار راح ولا لسه؟ البرد اللي بالنهار بالشكل الكبير بدا
تدريجيا هيروح، لكن فترات الليل ده اللي احنا بنحذر منه، ان الشتاء لسه ما انتهاش، خاصه فترات الليل. فترات الليل هتظل الاجواء فيها منخفضه، فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز ال 12 وال 15 درجه مئويه في بعض المحافظات. فترات الليل هتظل الاجواء بارده الى شديده البروده، يمكن ان شاء الله على مدار الاسبوع المقبل تبدا درجات الحراره فتره الليل تنخفض. يمكن هو من اليوم بدات تنكسر موجه ارتفاع درجات الحراره، يعني احنا بالامس كانت الذروه اليوم العظمى على القاهره الكبرى 27 درجه مئويه، بدات تنخفض درجات الحراره. على مدار الايام القادمه ان شاء الله هيكون في انخفاض في درجات الحراره فتره النهار، لكن مش هنعود تاني للاجواء البارده فتره النهار. ان شاء الله الاجواء تبقى شتويه دافيه فتره النهار، الاجواء الشتويه بشكل كبير هتكون فترات الليل. والامطار فرص الامطار هتكون خفيفه خلال الايام القادمه على المناطق الساحليه، امطار خفيفه في اقصى غرب البلاد غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. هنخلي بالنا من الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر، وناكد تاني ان فصل الشتاء ما انتهاش، متوقع ان هو ينتهي 20 مارس. الفتره اللي جايه دي كلها هتكون فتره تقلبات جويه بدرجات الحراره تحديدا، يوم هنلاقي ارتفاع يوم هنلاقي انخفاض، كمان في اليوم الواحد بين فتره النهار وفتره الليل هنلاقي اختلاف في درجات الحراره. فعشان كده احنا بناكد وبننوه بلاش ننخدع بارتفاع درجات الحراره المؤقت اللي بيكون فترات النهار، ونغير نوعيه الملابس بشكل كبير. لازم نحافظ على ارتداء ملابس شتويه خاصه فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر على الاقل لانتهاء فصل الشتاء. اشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو الهيئه الاعلاميه مركز الرصد الاعلامي التابع لهيئه الارصاد الجويه. هنطلع فاصل قصير، بعد الفاصل عندنا حوارين مهمين النهارده، حوار مع الناقده الفنيه الصديقه العزيزه دعاء حلمي عن الدراما في رمضان، ويشرفني ايضا مهندس سيد عباس رئيس المكتب الفني للحجر الزراعي. نطلع فاصل. صادرات سلعنا بضيعنا للخارج هو هدف للحكومة، بحيث محددة رقم 100 مليار دولار عايزة توصل له سنة 2025. احنا المفروض هننهي هذا العام المالي في حدود 60 مليار جنيه منتجات بترولية وغير بترولية. من أهم القطاعات اللي بتساهم في رفع نسبة التصدير القطاع الزراعي. لك أن تعلم مثلا أن احنا القطاع الزراعي ده صدر للعالم بضاعة حاصلات زراعية بما يقترب من 3 مليار ونصف المليار دولار. عايز تعرف الرقم ده قليل أو كتير، تعال نروح للدولة الأولى في العالم في صادرات الحاصلات الزراعية وهي أسبانيا. أسبانيا بتصدر في حدود 11 مليار دولار سنويا، يعني أنت بتعمل تقريبا 30% من صادرات أسبانيا. أنت تحتل المركز الأول في تصدير البرتقال على مستوى العالم. أسبانيا كانت محتلة لسنوات طويلة، لكن بيتأرجح بينك وبين أسبانيا، بس أنت على الأقل في المركز الأول. إزاي أزود صادراتي؟ إزاي أنميها من القطاع الزراعي؟ إيه أبرز المعوقات؟ نحلها إزاي؟ دي يجاوب عليها ضيفي في الاستوديو مهندس السيد عباس رئيس المكتب الفني للحجر الزراعي. مساء الفل. مساء الفل حضرتك يا فندم. الحجر الزراعي ايه وظيفته الاساسيه؟ هو الحجر الزراعي حائط الصد الاول وخط الدفاع ضد دخول اي افات الى الدوله المصريه، والحفاظ على الثروه الزراعيه المصريه، وبالتالي برضه عدم انتقال اي افات من مصر الى اي دوله من الدول المستورده لمنتجاتنا الزراعيه. يعني انت بتتكلم على ناحيتين. ناحيتين بالظبط. من والى. استيراد وتصدير بالظبط، من والى. طيب هل له دور في فتح اسواق للصادرات؟ طبعا ده دور رئيسي. دور رئيسي طبعا، لان المشكله الرئيسيه في اي فتح في اي سوق بتبقى مشاكل فنيه. خوف الدوله المستورده من انتقال افه موجوده في الدوله المصدره
هو ده المحرك الرئيسي اللي بيعطل اي عمليات تفاوض. لكن الامور السياسيه لها حلول، الامور التجاريه لها حلول، لكن الامور الفنيه ممكن ما يبقاش لها حلول. زي ايه مثلا؟ زي مثلا عندنا افه زي ذبابه الفاكهه في مصر. ذباب الفاكهه احنا قعدنا نتفاوض مع اليابان عشان يفتحوا سوق الموالح المصريه انها تروح اليابان اكتر من 9 سنين بسبب تخوفهم من ذبابه الفاكهه انها تتنقل لهم، هي مش موجوده عندهم وخايفين انها تيجي مع حصلات البرتقال المصري او الموالح المصريه. فخد وقت طويل جدا لحد ما اطمنوا لاجراءاتنا هنا انها كفيله بانها تمنع انتقال الافه دي. ذبابه الفاكهه موجوده عندنا احنا بس ولا في العالم؟ لا هي موجوده في معظم، هي مدار الانتشار بتاعها واسع جدا لانها بتبقى في المناطق الدافئه، فموجوده هي اسمها ذباب البحر الابيض المتوسط. شبه الذبابه العاديه اللي بنشوفها؟ يعني هي قريبه منها لكن بيبقى لها آلة وضع بيض بتقدر توخز بيها الموالح، ثمار الموالح، وبتسبب ان في ورقات بتبقى موجوده في قلب الثمار. لو اي حد اشترى حاجه من السوق مثلا وفتحها لقى فيها يرقات او ديدان، هي ديت بتبقى ذباب الفاكهه، ودي منتشره في حوض في دول حوض البحر المتوسط كلها. طيب حلتوا المشكله دي مع اليابان ازاي؟ عن طريق التفاوض. احنا قدرنا ان احنا نوصل معاهم لطريقه من المعالجه ان احنا نقضي على اليرقات دي. هو المشكله ما بتبقاش في القفه هي موجوده ولا مش موجوده، هي المشكله هي موجوده حيه ولا لا. لو راحت لهم حيه هتسبب لهم خسائر اقتصاديه، فاحنا حتى لو هي موجوده عندي انا بقول لهم ان انا اقدر ابعت لكم موالح مصريه معالجه بطريقه معينه تضمن القضاء على اي افات حيه تبقى موجوده فيها. فلو في اطوار من البيضه او اليرقات فبتموت قبل ما تتصدر. وبالتالي هم بالفعل نزلوا اكتر من زياره واكتر من جوله تفاوضيه معانا هنا في مصر لحد ما اطمنوا وتاكدوا، حصل اكتر من تجربه لحد ما اطمنوا ان فعلا الموالح المصريه بتحقق المتطلبات دي وبالمعالجه بيتم القضاء على اي افات، وبالتالي سمحوا لينا الحمد لله من موسم 2020 التصدير للموالح لليابان. بس دولة زي اليابان تحتاج 9 سنوات علشان تصدر لها صنف واحد برتقال. هو اليابان من أقوى الدول في مجال الصحة النباتية والحجر، بالظبط من أكثر الدول تشددا، وعندها تخوف كبير جدا من العملية دي. بتحافظ على المواطن، بتحافظ على الثروة بتاعتها، الثروة الزراعية بتاعتها. وبالتالي السوق الياباني من أغلى الأسواق عالميا في أسعار الفاكهة والخضار، لأن يعني إحنا بنصدر لهم بسعر عالي. إحنا بنصدر لهم بسعر عالي جدا، والاشتراطات بتاعتهم عالية جدا، فعشان كده ما بيصدر لهمش غير اللي فعلا هيلاقي عائد كويس جدا. عائد كويس جدا من وراء التصدير دوت. وعشان كده الحجر الزراعي الياباني طول جدا في موضوع التجربة، لأن بتتم في وقت معين من السنة وبيتم تحضين ثمار مصابة وضعها في غرفة التبريد عشان خاطر أعمل عليها درجة حرارة. فالوقت دوت ممكن يعدي علينا موسم والتاني ما يبقاش فيه فرصة ان احنا نقدر نعيد التجربة. طبعا ظروف كورونا كانت اتأخرت برضو ان هم يجوا الوفد يجي لحد ما الدنيا استقرت في نهاية 2020 وابتدى الوفد يجيبه في الفعل واتفتح السوق امام صدراتنا في 2021. ده بداية تصديرنا لموالح اليابان. الوفد الياباني لما جه مصر على مدار سنوات كل شوية بيجي يعمل ايه؟ بيجي الاول انا مزارع حطت الفاكهه بتاعتي او البرتقال في طريق اسكندريه الصحراوي. تمام. هو بيجي الاول بيبص على المزارع، بيشوف المزارع دي بتطبق اشتراطات جلوبال جاب او اشتراطات ممارسات زراعيه جيده، هل بيستخدموا انواع مبيدات محظوره ولا لا. وبعد كده بيبدا يقول لي خلاص انت تعتمد لي المزارع ديت للتصدير، يبقى انا مش هستورد منك غير من قائمه مزارع معتمده انت تحددها لي كحجر زراعي مصري وتختارني بيها قبل بدايه الموسم. بعد كده بيعمل زيارات للمحطات اللي بيتم فيها التجهيز والتعبئه، وبيشوف الهيجين والسلامه والصحه في قلب المحطات ديت ومطابقتها للمواصفات، وبيتاكد انها كويسه وتمام. يقول لي خلاص انت الحجر الزراعي المصري هيعتمد لي محطات معينه للتصدير منها. وفي الاخر ببدا ان انا اصدر المحصول من المزرعه دي واجهزه في المحطه دي واعمل له المعالجه اللي هو طلبها، وبعد كده ابدا اصدرها له. هل اليابان هي الدوله الوحيده اللي بتعمل كده مثلا؟ لا في دول كتير بتعمل كده. في دول ايه الدول الثانيه الاوروبيه اللي عملت صعوبه؟ هو في الدول الاتحاد الاوروبي كلها بتطلب متابعات للمزارع العوائل ذبابه الفاكهه، اي صنف فاكهه زي موالح او مانجا او خوخ او هي الاشهر ذبابه الفاكهه. أشهر ولا في حاجات تانية؟ لا في حاجات تانية بس هو اشهرهم ذباب الخوخ وذباب الفاكهه لان هم منتشرين في مصر
فهم دول بيقلقوا منهم شويه في الدول المستورده، واحنا بنحاول نحط اقصى قيود ممكنه بحيث ان انا اقدر اتخلص من اي مشاكل تجيلي من خلال. هل المزارع المصري اتعود على التعامل بشكل علمي مع ذباب الفاكهه والافات؟ مؤخرا يعني احنا ابتدينا في الموضوع ده مؤخرا، لكن هو كان في مشروع قومي لمكافحه ذباب الفاكهه، بس للاسف بسبب امور ماليه وتمويل اتوقف بقاله فتره، فاضطرينا الحجر الزراعي ان هو يعمم منظومه التكويد على عوائل ذباب الفاكهه، وابتدينا ان احنا نعمل تكويد للمزارع عشان خاطر اقدر اسيطر واحصر الاصابات في المزارع اللي هي الغير تصديرية، عشان خاطر ما يحصلش مشاكل بره من في صادرات الزراعة المصرية اللي بتخرج للخارج، ويحصل لي اي اختراق رفض او نوتيفيكيشن باختار رفض او اعتراض لرسائل شحنات زراعية مصرية. طب شوف اليابان قعدت 9 سنين ضغط علينا لحد ما نخلص لها موضوع ذباب الفاكهة. طب لما دول تيجي تصدر لنا فاكهة مثلا هل احنا بنعمل كده ولا بالزبط بنختم على طول؟ لا طبعا احنا عندنا يعني قول لي كده دولة فرحني قعدت مغلبها 5 سنين. احنا عندنا مثلا فتحنا سوق صربيا لاستيراد القمح في 2019، طبعا كان خد حوالي فتره طويله عبال ما قدرنا نوفر. شهور ولا سنين؟ لا سنين. والحاله اللي احنا فيها دلوقتي احنا بندرس فتح سوق الامريكي تداول البطاطس الامريكيه انها توصل مصر، ودوت من 2013 واحنا شغالين فيه، فاحنا بقى لنا مثلا دلوقتي يعني لسه ما فتوش لامريكا، لسه ما احنا لسه ما خدنا، احنا وافقنا بشكل مبدئي وفاضل انهاء اجراءات توقيع البروتوكول، ولسه ده ما توقعش. فاحنا خدنا في موضوع امريكا تداول البطاطس الامريكيه مثلا تقريبا بتاع 8 سنين او 9 سنين برضو من الافراج عن الفاكهه او الخضار اللي جاي مصر بيتم بسرعه عشان سريعه التلف. بالظبط لازم يتم بسرعه عشان خاطر ديت سلعه غاضه وما لهاش. احنا بنلاقي في الاسواق في الهايبر ماركت الكبير عنب باين مظبوط، فراوله دراجون فروت، فراوله بلح برضو، موز مستورد كتير جدا، افوكادو، كيوي. ده انتوا بتتابعوه؟ طبعا بتفحص سلعه داخله. بالظبط بنفحص السلعه ديت عند وصولها في المواني، وفي بعض السلع كمان بيتم الافراج عنها تحت التحفظ نظرا لظروفها وطبيعتها انها مش هتقدر تستنى في الميناء، تخرج لمخزن او ثلاجه عند العميل بره عند المستورد، ويتم انهاء الاجراءات عليها في مكانه عشان خاطر نطمن انها سليم. كحجر زراعي انت كده موجود في كل المنافذ. مظبوط. البريه على ارض مصر، بريه وبحريه وجويه في اكتر من 41 منفذ على ارض الجمهوريه موجودين علشان اي بضاعه تيجي، اي بضاعه مصدره او مستورده، خضر مش غذائيه، هو زراعيه سواء كانت بتتاكل او بتتزرع او مثلا بتخش في صناعه من الصناعات زي مثلا القطن او الكتان، لكن قابله للاصابه بالافات. المحدد عندي هنا قابليتها للاصابه بالافات النباتيه او الزراعيه اللي هتسبب لي ضرر اقتصادي هنا. فهي لو مثلا فراوله جايه فريش انا دي جايه ممكن تكون مصابه بالافات، لكن لو تم عليها عمليه تصنيع وبقت عصير او بقت مربى فخرجت عن طبيعتها النباتيه، خرجت عن قابليتها للاصابه بالافات، فهنا تخضع لسلامه الغذاء اللي هي الجهه اللي هتبقى مسؤوله عن التاكد من سلامه وصحه استهلاك المنتج دوت ادميا. طيب هل افريقيا بنصدر لها زراعات؟ بالظبط احنا بنصدر لافريقيا دلوقتي زي موالح. من دول يعني احنا مثلا بنصدر للسنغال، لغانا، موالح، بنصدر لكوت ديفوار، بنصدر دلوقتي فاتحين تبادل تجاري كتير جدا، بنصدر للسودان كميات كبيره جدا من الفراوله ومن الفراوله الفريش والفراوله المجمده ومن الموالح. اكثر يعني صادراتنا الزراعيه بتروح لدولتي يعني لو احنا بنرتب الدول عندنا دولتين رئيسيتين دول اكتر دولتين بيستوردوا من مصر، والاثنين تقريبا في مستوى واحد، بيتتراوح الفرق الاطنان بسيطه جدا في كل سنه لصالح اي من الدولتين، وهم السعوديه وروسيا بتتراوح من 650 الف طن لكل دوله بنصدرها لهم سنويا. بيليهم في الترتيب دوله زي الامارات تاخد مني 360 الف طن سنويا، يليهم هولندا تاخد 350 الف طن، يليهم الصين بتاخد 280 الف طن. فاحنا عندنا بس روسيا محتاجه حاصلات زراعيه مننا طبعا، هي دوله شاسعه المساحه، هي متراميه الاطراف طبعا يعني، وعندهم بس هم بيحتاجوا من عندنا كميه كبيره جدا من البطاطس والموالح بيستوردوها طبعا، ده غير الخضروات والفاكهه المجمده
بياخدوا كميات كبيره جدا، لان في اوقات في اصناف ما بيجودش زراعتها عندهم خالص، وفي اوقات ما بتبقاش موجود فيها بعض، لانه شعب من الشعوب المستهلكه للبطاطس بكميات كبيره، فهم بيزرعوا وبينتجوا بطاطس، ومن اكبر الدول المنتجه للبطاطس، وبيستوردوا بطاطس من مصر ومن دول تانية زي باكستان والهند. هل احنا بندرس النمط الغذائي لكل سوق قبل ما ادخله واشوفه محتاج ايه؟ ده بيحصل، ولا ده القطاع الخاص هو اللي بيروح يتصرف؟ هو ده بيحصل في بعض الاحيان، وده دور بعض الجهات زي مثلا مكاتب التمثيل التجاري المصري في الدول بره. في بعض الاحيان مثلا بيقول لنا والله ان احنا مثلا في دوله زي تشيلي عندنا شايفين ان في عجز مثلا في منتج كذا، وبيستوردوه من دول كذا، واحنا عارفين ان المنتج ده مصر بتنتجه، فبيبعت لنا بيقول لنا ممكن تدرسوا تشوفوا امكانيه التواصل مع الجانب مثلا في الدوله ديت، وبنتواصل معاهم وبنحاول ان احنا نعمل دراسه تحليل مخاطر افات للسوق، ونشوف اذا كان نقدر نصدر له بالشروط اللي هو عايزها ولا لا. وفي بعض الاحيان بيتم التفاوض معاهم فتح قنوات اتصال رسميه عن طريق السلك الدبلوماسي، وبنبدا نبعت لهم طلباتنا ان احنا عايزين نصدر لهم مثلا اصناف 1 2 3 اللي احنا مصر متميزه فيها واللي هم محتاجينها. وبالتالي لما بيرجع الرد بتاعهم ببدا اختار الاولويه للاصناف طبقا للرد بتاعهم اللي هو جالي. اسبانيا لو هي الرقم واحد في صادرات السلع الزراعيه، احنا نبقى رقم كام؟ يعني مين بعد اسبانيا كده؟ والله هو في دول كتير متميزه في تصدير الحصلات الزراعيه زي الهند وزي جنوب افريقيا. الهند وجنوب افريقيا بيصدروا كميات كبيره جدا. دول رئيسيه. دول رئيسيه، بس طبعا هي المشكله في الاصناف. ممكن يبقى هو عنده صنف، البرازيل برضو بتصدر كميات كبيره، ممكن يبقى هو عنده صنف متميز فيه مثلا، يعني الهند المانجا موجوده هناك، الهند وباكستان بكميات كبيره جدا، وموجوده غابات طبيعيه من المانجا، فطبيعي هم مش بيحتلوا المركز الاول. بالظبط، يحتلوا المركز الاول. احنا بنصدر مانجا، احنا صدرنا مانجا بكميات كبيره جدا السنه دي، احنا ضاعفنا صادراتنا من المانجا في 2022 76000 طن مقابل 35000 طن السنه اللي قبلها في 2021. فالحمد لله كان محصول المانجا السنه اللي فاتت في مصر كويس جدا ومبشر، والمحصول السنه دي يعني إن شاء الله. الدول الرئيسيه دلوقتي اسبانيا، الهند، الصين، الصين، جنوب افريقيا، البرازيل، امريكا. بس دول بيبقى اتحكم في الموضوع دوت المساحات اللي هم بيزرعوها، نوعيه المحاصيل. يعني مثلا اسبانيا مش اكبر دوله في الانتاج، لكن هي عندها تخصص في بعض الاصناف وفي بعض الحاجات الزراعيه الغاليه اللي هي اسعارها والقيمه بتاعتها عاليه جدا، فبالتالي بيسمع في المردود الاقتصادي في الدخل، المبلغ نفسه بيبقى اغلى بكتير. ممكن اكون انا بصدر اكتر منه ككميه، لكن هو كسعر بيصدر باسعار اعلى مني، لان هو ممكن يكون بيحط قيمه مضافه على المنتج بتاعه. ممكن يكون المنتج ده اساسا مش منشاه اسباني، ممكن يكون جايبه من دوله تانية وحط عليه اضافه ورجع صدره تاني، فبالتالي بيحقق مكاسب اكبر بكتير جدا. ايه الاضافه اللي بيحطها عشان يعمل قيمه مضافه كبيره؟ يعني مثلا ممكن يستورد من مصر هنا بصل، البصل المصري مطلوب بشكل كبير جدا في كمان. بالظبط كده، بس بيستورده في ايه؟ بيستورده في جنبهات زنت طن وطن و250 كيلو جرام، ويرجع يعيد تعبئته في عبوات اصغر، عبوه نص كيلو او كيلو او 2 كيلو، ويطرحه في السوبر ماركت. هو صدر من هنا من مصر مثلا سايب 400 دولار ب 500 دولار الطن كماده خام، هو هناك راجع باعه للسوبر ماركت بما يعادل 2000 ونص و3000 دولار كمنتج جاهز للتسويق المباشر. هي الحته دي اللي هم بيتميزوا فيها معظم الدول الاوروبيه زي اسبانيا وهولندا، واحنا محتاجين ان احنا نشتغل على النقطه دي بشكل كبير جدا، ان احنا نقدر نوصل في التعبئه للمستوى المطلوب للمستهلك، واللي يقدر ياخده مني وهو مطمن. احنا قدرنا نعمل الكلام دوت في الفراوله بشكل كويس جدا، في العنب بشكل كويس جدا، لكن في بعض المحاصيل لسه زي الموالح وزي البصل بنصدر كميات كبيره جدا منها خام لاعاده التعبئه بعد كده في الدول ديت واعاده تصديرها. فهو بيستفيد بان هو خد مني الحاجه رخيصه وبيبيعها بسعر كويس جدا وبيحقق هامش ربح كبير جدا يمكن الفلاح والمصدر والتاجر المصري ما حققوهوش. طيب انا دلوقتي لو سعر البرتقال عندي هنا يوازي الكيلو، يوازي دولار بسعر صرف الجنيه تمام في البنك المركزي، بس سعر البرتقال عالميا 5 دولار، احنا بنصدر على دولار ولا 5؟ لا، هو ده اتفاقات ما بين التجار المصدرين والمستوردين بتختلف. البرتقال يمكن مش من المحاصيل اللي لها بورصه
كبيرة زي مثلا القمح ولا الذرة اللي معروف سعره عالميا، لكن بيرجع للاجتهاد. لكن في مثلا البرتقال المصري نتيجة للمنافسة مع برتقال من مناشئ تانية بينزل سعره شوية عن السعر، لكن ما بيبقى وصلش للفجوة الكبيرة ديت، لكن هو بيبقى مثلا أقل $100 في الطن، $200 في الطن عن مثلا البرتقال الأمريكي أو البرتقال الأسباني أو البرتقال الجنوب أفريقي في حالة إن هو دخلوا في نفس السوق. بس الميزة عندنا إن إحنا بنغطي وقت من السنة ممكن ما يبقاش موجود فيه أي برتقال في أي دول تانية في العالم، اللي هو شهر 12 وشهر 1، وبنحقق في الوقت دوت كمية كبيرة جدا بنصدرها، لأن بيبقى لسه البرتقال الأسباني ما طلعش. هل في مزارع في مصر دي مخصصة للتصدير فقط؟ إنتاجها ما بينزلش السوق المحلي؟ لا، هو ما فيش حاجة اسمها إنتاجها ما بينزلش السوق المحلي، لأن هو التدريج اللي بيبقى مطلوب بره ممكن ما فيش مزرعة تقدر تعمله، لأنه مش مصنع بيطلع اسطمبة واحدة لكل المنتجات. تفضل. لأن كمان عندي سؤال تاني، من قطفة البرتقانة في الغيط في مصر ليه المستهلك في اليابان ده تمام. بياخد كم يوم؟ لأن دي سلعة سريعة البوار يعني. بس هو مثلا دولة زي اليابان الشحن بياخد فيها من 30 ل 40 يوم، هتاخد وقت طويل جدا، بس هي بتبقى مبردة. يعني الشحن ايا كان نوع الفاكهة اللي بياخدها ممكن تقعد 30 يوم وتعيش. ممكن بس مبردة بالظبط. سفن عملاقة، هي حاويات بتطلع على سفن. خلينا نطلع فاصل تشرب شايك، وبعد الفاصل نكمل الحوار. بنستكمل حوارنا حول صادرات مصر الزراعية اللي حققت السنة اللي فاتت رقم يقترب من 3.5 مليار دولار، والحكومة عندها هدف إنها عايزة توصل لرقم 100 مليار دولار خلال عامين من الآن. بجد التحية لحضراتكم ولضيفي مهندس سيد عباس رئيس المكتب الفني للحجر الزراعي. مهندس سيد، إزاي نقدر نزود صادراتنا؟ وهل لا يزال عندنا أسواق ما فتحناش؟ بالفعل احنا في أسواق كتير جدا لسه ما فتحناش. لسه حاليا احنا بنتفاوض مع مثلا الجانب الأمريكي ان احنا نصدر له موالح، وفي المفاوضات النهائية بنتفاوض مثلا مع الجانب الصيني عشان خاطر نصدر له مانجا، والجانب الجنوب أفريقي لسه فاتحين سوق المانجا عندهم قريب. ففي عندنا فرص كتير جدا ان احنا شغالين عليها نقدر ان احنا نصدر ونزود صادراتنا عن طريق فتح أسواق جديدة، وعن طريق التوسع في الأسواق الحالية ممكن برضو أزود صادراتي من خلال أن أنا أشجع المصدر أن هو يوصل عن طريق المعارض اللي بتتحصل في الدول ديت للمعارض الفاكهة. في معارض بتتعمل للمحاصيل الزراعية؟ بالضبط، في معرض لسه خلصان أول من أسبوع بالضبط، اللي هو معرض فروت لوجيستيكا في برلين في ألمانيا، وكان موجود فيه تواجد مصر كبير جدا لتصدير الخضار والفاكهة الفريش لدول العالم، وتم عقد صفقات كبيره جدا الفتره اللي فاتت، وعندنا علم ان في كميه كبيره جدا من البصل والبطاطس مطلوبه من مصر خلال الفتره دي. ده رقم طيب. طيب احنا عندنا كم معمل فني ومختبر تبع الحجر الزراعي؟ الحجر الزراعي فيه اكتر من شق بيشتغل فيه، كل معامل مركز البحوث الزراعيه فهي في خدمه الصادرات والواردات الزراعيه المصريه، وبتعمل بالتعاون مع الحجر الزراعي. لكن في مجال مثلا زي مجال المتبقيات المبيدات والعناصر الثقيله في الاغذيه، في معاملين معتمدين للحجر الزراعي. وبالنسبه لامراض النبات في معامل معهد بحوث امراض النبات، في وقايه النباتات معامل معهد بحوث وقايه النباتات. فعندنا مثلا تقريبا الاساسيين 5 أو 6 معامل كبار بنتعامل معهم. كم محصول زراعي بنصدره؟ بنصدر 405 محصول زراعي ل 160 دوله. لو العالم كله قرابة 200 دولة فنتواصل لنسبة كبيرة يعني. بالزبط. لكن السوق عندنا سلعة واحدة، سلعة لدولة، سلعة لدولة. طيب احنا ايه السوق؟ يعني انا دلوقتي حضرتك بتقول لي انا بتفاوض مع الصين وجنوب افريقيا اصدر لهم مانجا، طب ليه ما بتقول لهمش مثلا انا مصدر مانجا لليابان
فيعتمدوا خلاص. ما هو ده الهيستوري بتاع الدولة المصدرة، بيرجعوا له الدولة المستوردة ويشوفوا هما بيصدروا لمين. لكن اللي ثبت أعمال. بالظبط بالظبط. فأنت ثبت أعمالك حلوة. ثبت أعمالي حلوة، لكن بقى كل دولة فيما يخص الآفات الزراعية لها ظروفها مختلفة عن الدولة الثانية. فممكن دولة تكون بتهتم مثلا، دول الخليج عندهم مثلا الزراعة مش مقاوم اساسي عندهم في الحياه، الزراعه عندهم بالظبط كده، في ندره المايه مثلا في دول، فبعد الدول ممكن يقول لك انا ما عنديش اساسا خطوره من الافه ديت عندي، لان انا ما بزرعش الصنف ده هنا في بلدي، او ماليش عوائل بتزرع فيها. في دوله تانية تقول لك لا، انا الصنف دوت ممكن يعمل لي مشكله هنا لو دخل، او الافه ديت تعمل لي مشكله لو دخلت عندي. فبالتالي بيرجع الموضوع، كل دوله لازم تعمل بشكل منفرد دراسه تحليل مخاطر افات خاصه بيها، تتاكد ان المنتج دوت مش هيسبب لها اي ضرر. الدوله رقم واحد اللي بنصدر لها روسيا والسعوديه. روسيا الدوله رقم واحد اللي بنستورد منها حاصلات زراعيه. روسيا احنا عشان القمح. عشان القمح احنا مستوردين اكتر من 5 مليون طن قمح روسي السنه اللي فاتت. احنا وصلين ل 10 مليون طن، يعني 9.5 مليون طن السنه اللي فاتت. 9.5 بانخفاض 13% عن السنه اللي قبلها كان 11 مليون ونص، فده كان رقم كويس. احنا الحمد لله يعني قللنا استيرادنا شويه، وده كان بسبب ان التوريد للقمح في الموسم المحلي كان اعلى من الموسم اللي فات. طيب حضرتك دورك معني بحاجه واحده، ان المحصول الزراعي اللي داخل مصر ده يبقى مطابق لمواصفاته. مظبوط. لكن مالكش علاقه المواطن المصري يقدر يستسيغه ولا لا؟ لا طبعا، ده المستورد. ده بالنسبه للذوق، محدش هيستورد حاجه خلينا نتفق مش هتوافق الذوق. هدي لك مثال. مثلا انا شفت في السوق حاجه اسمه البطيخ الصيني اصفر. تمام. يعني اشتريت منه، يعني ايه بطيخ اصفر ومربع؟ يعني بس على فكره ده مزروع في مصر. مزروع في مصر. هو بس الصنف دوت مستوردين تقوي من بره، لكن اتزرع في مصر. فهو مصري، لكن تقاوي الصنف نفسه تم ابتكارها عن طريق شركات اجنبيه، هي شركه تقريبا يابانيه هي اللي مخترعه النوع دوت من البطيخ، وصدرته لمصر ومصر زرعته، طلع بعدها البطيخ ده. في ناس بتستسيغه، في ناس ممكن تقول لا طعمه ماسخ او مش كويس، فده الذوق بيختلف من شخص لشخص. اللب السوري واللب الصيني. بالظبط. كل ده. واللب الافغاني ده منتشر في مصر. منتشر. احنا بنستورد كميات كبيره جدا من اللب السوري او اللب الصيني، ويتماشى مع ذوق المصريين. مظبوط. في الاستهلاك يعني. مظبوط. طيب القارات بقى، ايه اكتر قاره بتستورد مننا؟ اكتر قاره بتستورد مننا هي اسيا، لان فيها شمال الخليج، روسيا والصين، يعني جزء من روسيا في اسيا، ودولة السعودية اللي هي أكبر مستورد، والصين، فهم دي أكبر قارة بتستورد مننا حصلات زراعية. طيب دلوقتي حضرتك ودوركم الرئيسي في الحجر الفني، المكتب الفني للحجر الزراعي، أنتوا عندكم كم موظف؟ وهل يكفي ولا مقدمين طلبات للحكومة بزيادة العدد؟ لا بالفعل احنا مقدمين طلبات، وخدنا موافقات الحمد لله على التعاقد مع 200 مهندس على 3 دفعات على 3 سنوات. مهندس زراعي. مهندس زراعي خريج زراعة أو علوم قسم نبات أو حشرات. وبرضو كذلك لما اتضاف لينا بقى مؤخرا التوجيهات الرئيسية بإنشاء معامل مركزية في المواني الرئيسية، تم طلب التعاقد على 120 جداد ان شاء الله، واحنا في الوقت الحالي بنجهز عشان ننزل اعلان للتعاقدات دي. ايه اهميه القرار الرئاسي ده؟ القرار الرئاسي ده هيسهل، بيسرع كتير جدا من زمن الافراج الجمركي. في بعض الحالات بعض الشحنات بتبقى محتاجه ان انا اسحب منها عينه وابعتها، المعامل اللي عندي موجوده متركزه في القاهره والجيزه، فانا بسحب عينه مثلا من ميناء السويس او من ميناء السخنه او من ميناء اسكندريه، وتيجي القاهره تتحلل، فبتاخد يوم رايح ويوم راجع وتحليل يوم، فالنتيجه ممكن تقعد 2-3 قبل ما تطلع. فلما يبقى المعمل موجود في قلب الميناء، النتيجه هتطلع بشكل فوري. النتيجه بتطلع بشكل فوري. بالظبط، وده اللي احنا شغالين يبقى كده. لازم نعمل معامل داخل كل المواني. بالظبط. بتاخد عينه من صادرات بنصدرها ولا بنستوردها؟ من الاثنين. الاساس عندي الواردات، انا باخد عينه من معظم الواردات اللي بتيجي، بتاكد بالتحليل المعملي، بفحص فحص ظاهري الاول وبسحب العينه، واتاكد بالتحليل المعملي ان العينه سليمه وان الشحنه سليمه. في الصادرات في بعض الدول بتبقى طالبه اشتراطات اضافيه، بضطر اسحب لها عينه مثلا. فمثلا لما اجي اصدر فاصوليا لسوريا، فانا محتاج ان انا اقول لهم انها خاليه من حشيشه معينه، نوع من الحشائش، فبسحب عينه لمعمل الحشائش اتاكد ان عينتك ايه مثلا من البرتقال، برتقانيه ولا قفص؟
لا، هو العينه بتتراوح من 3 ل 5 كيلو في الخضار والفاكهه. 3 ل 5 كيلو متنوعين من كل شحنه؟ بالظبط، من كل عبوه. لكل طن؟ لا، لكل شحنه، الشحنه بتبقى في حدود من 20 ل 25 طن. فبتاخد من 3 ل 5 كيلو. بالظبط كده. من اي حاجه داخله او خارجه؟ بالظبط، في الخضار والفاكهه من داخل وخارج. في الحبوب بتبقى اقل من كده لان الحبوب عددها اكتر، فممكن مثلا. مين اللي بيديها لك؟ انت اللي بتختار؟ احنا بنطلع نسب. احنا بنطلع نسب ولا المصدر هو اللي بيديها؟ مفتشين الحجر الزراعي زي ما حضرتك قلت كده. احنا ما كملناش في الموضوع بتاع المفتشين. احنا 800 موظف في الحجر الزراعي، منهم 560 مفتش فني. دول بيقوموا بالعمل في 41 منفذ من المنافذ. هم اللي بيطلعوا بنفسهم بيفحصوا الشحنه وبيسحبوا العينه منها وبيبعتوها للمعامل. يبعتوها للمعامل. طب دلوقتي بيختار من اكتر من قفص مثلا ولا؟ في معيار لسحب العينه. انا بشوف العينات. في معيار، في معيار دولي. احنا بيحكمنا معايير دوليه للصحه النباتيه خارجه من الاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات، وفيها معيار خاص بسحب العينات. بيقول ان العينه ديت مثلا لو عدد العبوات فيها 100 عبوه تاخد من كام عبوه وتبدا ازاي وتنتهي ازاي. ففي معيار المهندسين عارفينه بيتعاملوا بناء عليه. بتعملوا ايه مع المنافسه؟ يعني انت عشان تحط رجلك في اليابان عايز تصدر برتقال، ما في اسبانيا دوله برضو بتنافسنا على المركز الاول. بالظبط. تقدر تشيل دوله ولا اللي حاطط رجله ما بيخرجش؟ والله هو الموضوع كله بيرجع لآليات السوق بقى نفسها، ان المنتج بتاعي جودته احسن فهو بيطرد بيطرد المنتج اللي جودته اردأ، السعر احسن فبيطرد المنتج اللي سعره اعلى. فهو الموضوع آليات سوق حر. طيب ازاي تحافظ كمصدر على السوق اللي انت فتحته وطلع عينك فيه؟ ان اطلع شغل مطابق للمواصفات، مطابق لشروط الدوله اللي انا اصدر لها. عشان تفتح سوق بتسافر كل قد ايه؟ مش شرط اسافر كل قد ايه، هو على حسب المفاوضات ما بتتيح ليا. ممكن في اسواق كتير فتحتها من غير ما اسافر خالص وانا قاعد مكاني هنا، عن طريق فيديو كونفرنس، عن طريق ايميلات رايحه وجايه. وفي اسواق ثانيه لا، لازم اروح واعمل مفاوضات معاهم ولازم ابعت لهم يجوا لي. في نظام اسمه نظام التكويد للمزارع. تكويد المزارع. ايه النظام ده؟ هو مش نظام، هو نظام تتبع عشان خاطر اقدر اوصل لمنطقه الخلل فين بالظبط. قبل كده كان في مشكله بتحصل لنا ان مصر تم حظر استيراد مثلا صنف معين من مصر من دوله معينه، فبالتالي كل المصدرين المصريين اتضروا. هو ده بيسمع لكل الدول طبعًا اللي بتاخد منك؟ مش كل يعني الدول. يعني دوله قالت مش هاخد برتقال من مصر، السمعه بتبقى طبعا في الارض زي العفن البني للبطاطس. السمعه بتقل، سمعه الاستيراد الزراعي المصريه بتتاثر، لكن الدوله اللي هي حظرت دي بتحظر مصر كلها. فطبعا كان الموضوع ده مرفوض تماما، وطلعت جوله مفاوضات مع الدول اللي حظر ورفعنا الحظر كله واتفقنا معاهم ان احنا نعمل نظام تتبع. المشكله اللي تظهر نعرف سببها ايه ونعالج السبب ده، ناخد اجراءات تصحيحيه. فالمفاوضات دي بتاخد وقت كتير؟ طبعا بتاخد وقت كتير، ممكن تاخد سنين او يعني شهور. يعني خروجك من السوق مساله مزعجه. مزعجه جدا، ودخولك للتاني بيبقى عليه رقابه اشد عشان خاطر ان انا رجعت تاني السوق، فببدا الرقابه بتتشدد عليا لحد ما اطمن ان انا امتثلت للاشتراطات بتاعته. هروح للتكويد تاني. يعني ايه اكود مزرعه عندي؟ يعني ان انا اعمل لها معاينه واتاكد ان المزرعه دي بتطبق الممارسات الزراعيه الجيده، واعرف ممكن يطلع من المزرعه دي محصول قد ايه يتصدر عشان خاطر ما يجيبش محصول مش مكود يحطه على محصول مكود، واطمن ان اتنقلت البضاعه ديت للمحطه والمحطه تكون مكوده وعندي ليها رقم، وفي الاخر بيطلع المنتج النهائي موجود عليه رقم المحطه ورقم المزرعه، وبناء عليه لو حصل اي مشكله بره بقدر ارجع لسبب المشكله ايه بالظبط واعالجه. يعني اللي انا فاهمه منك ان التكويد ده معناه ان المزرعه دي اتحط لها اكواد ومواصفات بالظبط، والنقل ليه مواصفات واكواد، والمنتج وهكذا. مظبوط كده بالظبط. ده بيسهل التصدير. ده بيسهل ان انا اكتشف الخطا واعالجه، وده بيخلي الدول تبقى في عندها ثقه ان انا عارف اوصل لسبب المشكله ايه بالظبط واحط ايدي عليه واحله. فانا مثلا لو عندي مشكله في دوله ما في شحنه، فبقول لهم والله خلاص انا وقفت لك المزرعه ديت مش هصدر لك منها تاني لان المزرعه دي هي اللي فيها المشكله، او المصدر ده هو اللي عنده المشكله فانا هوقف المصدر دوت مش هتعامل معاه ومش هخليه يصدر لك تاني، او المحطه دي هي اللي فيها المشكله على حسب نوع المشكله. وبالتالي فانا عالجت السبب واديت للدوله اطمئنان ان الشحنات اللي جاي هتجيلها بعد كده هتبقى كويسه، لكن ان انا في المجمل مش عارف
البضاعه دي راح منين وجايه منين، فهو هيقول لي خلاص انا مش هستورد الصنف ده من عندك خالص من مصر عشان خاطر اطمن. هل الحكومه هنا او الوزاره بتعاقب المصدر اللي اضر بسمعه مصر؟ طبعا طبعا، في قرار من رئيس الوزراء بان احنا نوقف التعامل مع اي مصدر ثبت مخالفته للاجراءات او تلاعبه في مستندات او في شحنات. ايقاف التعامل بس، ايقاف التعامل كحجر زراعي معاه، وبالتالي مش هيقدر يصدر، لان ما حدش يقدر يصدر اي منتج زراعي من غير شهاده الصحه النباتيه اللي بيصدرها الحجر الزراعي المصري، ما بتتقبلش في اي دوله بدون الشهاده دي. فهو لو احنا وقفنا التعامل معاه فهو بالفعل وقف، مش هيقدر يشتغل ولا يقدر يصدر لاي بس هياخد المنتج ده وينزله في السوق المحلي. هو على حسب المشكله بقى بالظبط ايه، لو هي مثلا مشكله تخص سلامه صحه المواطن فبتتحول للهيئه القوميه لسلامه الغذاء، هي اللي بتتصرف فيها طبقا لقوانينها وتشريعاتها، لان ده ما يخصناش. لو هي بقى مثلا تلعب مصدر في مستندات، زور حاجه، جاب ورقه مكان ورقه، تلعب في الشحنه، احنا فحصنا شحنه وراح غيرها وحط شحنه ثانيه عشان يصدرها وتم اكتشاف الكلام ده، فبيتم التلاعب معاه والبضاعه هي بتبقى سليمه وما فيهاش مشكله، فبتنزل للسوق المحلي. كل سنه بنزيد سنويا قد ايه في الصادرات؟ والله احنا بقالنا دلوقتي يعني دي السنه الخامسه على التوالي احنا في معدلات عاليه جدا، تخطينا ال 5 مليون طن في 2018 لاول مره تاريخيا، والحمد لله السنه دي احنا برضه اول مره تاريخيا تخطينا 6.4 مليون طن. السنه اللي فاتت كان اعلى سنه في التاريخ صادرات الحصلات الزراعيه المصريه 5.6 مليون طن، السنه دي الحمد لله 2022 6.4 مليون طن، ونامل ان شاء الله انها تزيد. ايه اكتر منطقه بتطلع منها محاصيل زراعيه للتصدير؟ هل طريق القاهره اسكندريه الصحراوي وطريق الاسماعيليه؟ هو ايه المدن يعني؟ النبريه، مركز النبريه، مركز بدر في البحيره، دول من اكبر المناطق. بالنسبه مثلا لو في محاصيل معينه زي اسيوط مثلا عندها الرمان منتشر جدا، لما نقول رمان يبقى بيطلع تقريبا بنسبه كبيره اكتر من 60% من اسيوط. في مثلا البصل من بني سويف ومن سوهاج ومن مدن الصعيد، المانجا من اسماعيليه، فبالتالي في بعض المناطق كده مشتهره ببعض الاصناف اللي بنقدر ان احنا نشوف اذا كان الصنف دوت مميز بشكل ما وبيتم تصديره منها، مثلا زي العنب، طريق الصحراوي كله عنب بيصدر منه كميه كبيره جدا، طريق مصر اسكندريه الصحراوي. طيب حضرتك من شويه كنت بتتكلم على قيمه مضافه للمحصول الزراعي. مظبوط. بيكسب الفلاح اكتر والمصدر. بالظبط. ايه هو المحاصيل اللي ممكن نعمل لها قيمه مضافه وايه شكل القيمه المضافه؟ يعني مثلا عندنا الموالح احنا بنصدرها بشكل خام. لو انا ركزت في ان انا اعمل مركزات للموالح زي البرازيل، البرازيل اكبر منتج موالح في العالم، شجر الموالح موجود في الشارع بدل الفيكس اللي موجود عندنا هنا في مصر، هم عندهم شجر موالح. بيجمعوا المحصول وبيعملوه مركزات وعصائر وبيصدروه. فانا لو قدرت ان انا اوصل للمرحله دي فانا هزود واعظم لتر العصير اغلى بكتير جدا من 5 كيلو برتقال. فانا بالظبط يبقى بودره عصير بالظبط كده مركزات. بالنسبه للبصل، البصل انا اقدر ان انا اعبيه للاستهلاك المباشر للسوبر ماركت، او اقدر ان انا اجففه واطلعه باودر، بصل باودر او توم باودر. ديت الدبس الرمان ومنتجات الرمان اللي بتخش في صناعه الدواء غاليه جدا بره، لكنها بتطلعه الرمان خام فبيبقى سعره اقل بكتير. طب هل عملنا يعني توعيه للفلاحين؟ بالظبط. هل ده دوركم؟ هو مش دورنا بس، بالفعل الدوله خدت على عاتقها تطوير الموضوع دوت فيما يخص بالذات مزارعي رمان اسيوط، وبالفعل جاري في الوقت الحالي وضع خطه لاستفادة قصوى من الرمان في أسيوط، وبيبنوا دلوقتي مصانع وبيجهزوا الناس وبيدوهم دورات عن إزاي إن هم يستغلوا الرمان بشكل كبير جدا ويقدروا يصدروا. في مصنع مركزات رمان بتصنع بيبني دلوقتي في أسيوط عشان خاطر يصدر منتجات الرمان مش رمان خير. هل المزارع دي والاستثمار فيها مربح بشكل كويس؟ طبعا. بحيث مربح. المزارع يواصل اكتر واكتر، ولا علشان يبقى مربح لازم عدد كبير من الفدادين؟ هو بالظبط يعني هي المشكله اللي بتقابل كل الفلاحين هنا في مصر هو تفتت الحيازه، ان هو بيكلف على مساحه صغيره فالتكلفه بتبقى عاليه جدا، لكن انا لو هكلف على مساحه كبيره فهتبقى التكلفه اقل بكتير جدا، سواء بقى في الاسمده او في الري او في اي او في العماله. فبالتالي احنا في منظومه التكوير الجديده احنا اتحنا ان الكيانات اللي هي المزارع الصغيره المتجاوره ان هم يضموا مع بعض ويقدموا طلب واحد ويكودوا مع بعض عشان خاطر يقللوا التكلفه عليهم.
عملنا ايه او ازاي قدرتوا توجدوا حلول لمشاكل اضطراب سلاسل الامداد والتموين؟ هو ده مش دور الحجر الزراعي، لكن الحجر الزراعي بيحاول ان هو يامن الفود سيكيورتي او الامن الغذائي، ان يبقى بالفعل المنتجات اللي جايه من بره تنجز افراج عنها بسرعه، بحيث ان احنا نقدر نامن الدوله من السلع الاستراتيجيه المهمه زي القمح والذره وفول الصويا. فبالتالي انا بحاول ان انا اعمل تيسيرات بما لا يضر بالثروه الزراعيه المصريه للمحاصيل دي عشان خاطر أأمن سلاسل الإمداد. لكن سلاسل الإمداد بقى الداخلية ديت لها جهات تانية زي وزارة التموين والهيئات المسؤولة عن سلاسل الإمداد، لكن الحجر الزراعي مجرد دوره بينتهي مجرد ما هو بيفرج عن البضاعة من المينا. يعني في نهاية اللقاء أشكر حضرتك مهندس سيد عباس رئيس المكتب الفني للحجر الزراعي. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة. شكرا. بعد الفاصل الناقدة الفنية الصديقة العزيزة دعاء حلمي وحديث عن دراما رمضان. المنصات الرقمية زاد عليها الاهتمام الفترة اللي فاتت. بقى حضرتك دلوقتي بتشترك في منصة حاططها على التلفزيون الذكي بتاعك، بتحدد الوقت اللي انت عايز تتفرج فيه على الحلقة أو المسلسل. ابتدت كمان تعمل انتعاش لسوق الدراما. سوق الدراما بشكل أساسي الموسم بتاعه هو رمضان. دلوقتي بقينا بنشوف الأوف سيزون اللي هو خارج رمضان، وبتلاقي مسلسلات عملت تأثير كبير زي موضوع عائلي وبيننا معاد وبلطو اللي عرضها ووتش مؤخرا. يعني المنصات دي هيبقى لها دور فاعل وكبير في رمضان القادم، ربما تكون احدى الجهات المرجحة لمدى اقبال الناس على المشاهد، لان انت لما بتعرض المسلسل على الشاشة بتتخلله فواصل اعلانية طويلة جدا، فممكن ما احبش اشوفها، وايضا ممكن ظروفي في المشاهدة ما بقتش تسمح بده. هنتكلم على المنصات وعن دراما رمضان مع الصديقة العزيزة الناقدة الفنية المتميزة دعاء حلمي. مساء الفل. مساء الفل. تابعت طبعا المنصات الفترة اللي فاتت وموضوع عائلي وبلطو وكلام، ايه قصة المنصات وفجأة بقى عليها اقبال شديد كده والناس بتشترك؟ هو تطور طبيعي، لان احنا بقينا فكرة الرقمنة او فكرة التكنولوجيا عموما وفكرة الموبايلات، فبقت فكرة ان ارتباطنا بالتلفزيون زي زمان زي فكرة الراديو، الشيفتنج اللي حصل ما بين الراديو وما بين التلفزيون. احنا في هذه المرحلة الانتقالية ما بين وسيط لوسيط اخر، لان فكرة زي ما حضرتك قلت فكرة مناسبته مع فكرة ان كل واحد معاه موبايله دي بقت انسب ليا، بقت عارفه احدد وقتي، بقدر اقطع المسلسل واروح اعمل اي حاجه وارجع له تاني، ممكن اعدي يومين ثلاثه، ممكن اخلص المسلسل كله وانا قاعده. فكره المرونه والفلكسبيليتي بتاعه ان انا المشاهده دي هي دي بقت العنصر الفارق والجوهري ما بين التلفزيون وما بين الشاشات الرقميه الجديده، فبالتالي هي المستقبل يعني خلاص. بس هي كمان بدات تنافس بقوه، بتعرض اعمال دراميه خارج سيزون الشهير اللي هو رمضان. بقى عندنا سيزون تاني يعني. ده حقيقي، وبقت أكثر تزاجة لأن بتناقش موضوعات مفتوحة أكثر. صحيح لو جينا قارنا من فكرة أنها لو بادجت أو مين اللي أعلى بادجت في التلفزيون ولا في المنصات، لا أكيد المنصات أقل لأن عدد الحلقات أقل، بس الفكرة وكمان بيلجأوا الفكرة أن أنا يبقى اللوكيشنز محدودة، مش حاجة كبيرة، مش ما فيش عمل تاريخي ضخم، ما فيش حاجة كوميدية مش عارفة جديدة، هتلاقي الحاجات كلها إيه، تحسي أن هو لوكيشن أو اتنين عشان هم عايزين عدد الحلقات ما يبقاش مغطي عندنا. فبالتالي هي عملية حسابية إنتاجية جديدة، وسيط جديد، بس الناس حباه ورايحاله عشان فكرة المرونة دي. فهل مكمل معانا؟ للأسف، أو نقدر نقول ارتباطنا بالتلفزيون كل مدى هيقل شوية، ارتباط ولادنا قل وارتباطنا إحنا قل. المنصات أثبت لنا إن ممكن المسلسل يبقى 12 حلقة بالظبط، وقال ما في حاجات 6 وفي حاجات 8. طب ليه إحنا مصرين أو صناع الدراما مصرين للتلاتين حلقة في شهر رمضان؟ اتكسر الموضوع ده، وبالذات هيبان السنة دي أكتر. يعني السنة اللي فاتت شفنا مثلا أكتر من حاجة 15 حلقة وحققت نجاح جدا، زي بطلوع الروح مثلا بتاع منى شلبي حقق نجاح جيد، فبالتالي ده شجع الحكاية. بس الفكرة كلها إن برضو حسابات إنتاجية، إن السبوت الإعلاني أنا هحط لازم الـ30 حلقة عشان أجري النجم. النجم ما بي ما بي
ما بتقدرش تحاسبه على فكره انت هتمثل 30 ولا 15، لا انا سعري كذا، فبالتالي انا محتاجه اخليهم 30 عشان يعوض الاجر النجوم ده كله. فبالتالي هي عمليه حسابيه وانتاجيه فقط، لكن رايح لها رايح لها، بدليل ان السنه دي عدد ال 15ات كتير جدا اكتر من السنه اللي فاتت بكتير. فاحنا كل شويه تحس ان السوق او الموضه اللي هتبقى سايده كل شويه بتتغير، لان على حسب طبعا طلب الجمهور، الجمهور ما بقالوش طقطان ان هو يقعد يتابع 30 حلقة. لان خد بالك هي حتى لو 15 حلقه بس القماشه مش مكفيه، والله لو 5 حلقات برضو انا مش هتابعهم، لان على حسب التيمه بتاعتي تستحمل عدد حلقات قد ايه، هو ده اللي المفروض هو ده الفيصل. لكن الحسابات بتاعتنا 30 طب خليهم 45، طب 15 تعال نخليهم 30. المفاصله اللي بتحصل من صناع الدراما عشان يغطوا التكلفه الانتاجيه بتاعتهم هي دي اللي بتؤدي للخلل او فكره الملل. المنصات كمان ابتدت تتيح فرصه لوجوه جديده او وجوه قديمه ما كناش بنشوفها، زي الفنان محمد رضوان مثلا في موضوع عائلي. بالظبط. يعني وجوهي زي كل ابطال بلطو باستثناء عدد قليل نجوم كبار، يعني زي سامي مغاوري ومحمود البزاوي ومع حفظ الالقاب، لكن شفنا وجوه احنا لسه حتى ما نعرفش اسمها وبنتابع المسلسل ده حقيقي، لان هو ده بقى زي بره ما كنا بنتكلم طول الوقت مفيش حاجه اسمها نجم بره، خلاص الموضوع ده منتهي بقاله يمكن 10 15 سنه. انت بتتفرج على لكازا دي بابل ولا بتتفرج على سكواد جيم، انت ما بتعرفش اسامي الابطال ايه، يا ده مسلسل اسباني وده مسلسل كوري، لكن ايه اللي فرض العالميه والانتشار الواسع المدى الرهيب، وان يبقى فيه سلسله اجزاء، وان يبقى فيه مجات لغايه دلوقتي الولد بيشتروها عليها ابطال سكواد جيم، ان الكونتنت. فهو ده الكونتنت هو البطل، ما يهمنيش النجم بتاعي دوت شهرته مدى شهرته ايه، لا، لانه ممكن يبقى نجم كبير بس الكونتنت ضعيف، خلاص احنا ما رحناش في حد. فالحمد لله ان احنا بدانا نفهم ونتفطن كده، ان ولو اننا رحنا لده برضه مجبرين، لان النجم مثلا مش افيلبل او السعر عالي، او فبالتالي بدات انزل للفئه بي وانزل للفئه سي، فده وداني وجاب لك مشاهده وجاب لي مشاهده، فيلا بينا. فاحنا رحنا له مجبرين، يعني ده انا كنت بقوله من سنتين ثلاثه، يا جماعه الكونتنت هو الاهم، مش مهم مين النجم، مش مهم مين اللي يشيل، المهم تبقى عناصر تمثيليه جيده. وده اللي حصل، ان احنا بدانا نشوف الناس الاقل بقوا بيتحملوا بطولات، فبقينا نصعد وجوه جديده تقف جنبهم، زي ما شفنا مثلا شريف منير بطل، فتحي عبد الوهاب بطل، صبري فواز بطل، امير عيد فريفو بطل، ماجد الكدواني بطل. بقينا نروح للناس اللي هم كانوا مظلومين في الفتره السابقه، يعني بقينا نشيلهم بطولات، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، فده ادى الفرايتي، فادى ان انا صعد ناس ثانيه. طب هل ابطال المنصات ممكن يبقوا ابطال الدراما على الشاشه؟ اه عادي جدا، هو طالما انا ماشي ورا حاجه حكايه محبوكه واخراج جيد وعناصر فنيه متميزه الموضوع منتهي. يعني ريهام غفور تقدر تقول النهارده بعد نجاح مسلسلات على المنصات انا هزود اجري وانا بشيل مسلسل لوحدي ومش هاخد معايا بطله لو على الشاشه، ده يتسمع الكلام ده؟ ما هو دي بقى منظومه النجم دي لازم تتكسر. ايا كان مين صاحب هذا الاسم، ممكن تعلم من اجر طبعا. ده حقيقي وده بيحصل طبعا، بدليل ان احنا لقينا ريهام عبد الغفور اتصعدت في مسلسل الاصلي دلوقتي، مسلسل كبير وعلى شاشه كبيره، فبالتالي اوف سيزون وهي بطله اولى، اداها القوه دي واداها الصلابه دي لانها حققت النجاح المطلوب منها. بس مدى الاستمراريه هو ده اللي احنا لازم بقى ناخد بالنا منه، عشان ما نصنعش نجوم اخرين يملوا شروطهم بشكل معين فبالتالي نخش في ناس الدايره. لا، طول ما العجله دايره الكونتنت هو اللي هيفرض، والله بطله اولى خلاص نجيب البطله الاولى دي ايا كانت هي مين. هو ده السوق مش هيبقى تحت امرة النجم، لان ده ساعات كتير بيدور الحكايه وبيدور النجم نفسه. طب هل عندنا في المقابل بقى مع كثره الاعمال الدراميه سواء منصات او غيره كتاب؟ هي دي بقى الأزمة، إن إحنا لسه عندنا أزمة كبيرة جدا في المنطقة دي، بدليل إن المسلسلات اللي هنلاقيها حققت نجاح يا إما بتلاقيها متاخدة من حاجات واقعية زي مسلسل بالطو اللي حضرتك أشرت ليه، لأنها قصة حياة أحمد عاطف السيناريست، فبالتالي المواقف طازجة وتحس إن هي من لحم ودم عشان متاخدة عن قصته هو الحقيقية كطبيب تدريب. نفس الحكاية هتلاقي الغرفة 207 عشان متاخدة عن رواية أحمد خالد توفيق، هتلاقي الحاجات اللي ماسكة نفسها هي اللي دايما متاخدة من روايات، لأن احنا جانب الشق بتاع القصة اللي عندنا في أزمة، وعشان كده دلوقتي بدأوا يلجأوا إن احنا عايزين نرجع تاني للروايات، حتى لو روايات حديثة بس
احنا عندنا ازمه في منطقه الورق تحديدا يعني. طب هل في المقابل لاحظنا ان المنصات ممكن تعرض بعض الافكار الجريئه زي ازمه منتصف العمر، هل ده ممكن يغير مفهوم التأليف او الموضوعات على الشاشه؟ هو للاسف هي تحس ان ولا هي الرقابه هتظل قائمه؟ لا مفيش، خلاص ما بقيناش رايحين للرقابه، بس الفكره كلها ان الجمهور، ما هو ده تقدر تقول ان هو الاكستريم بتاع السينما النظيفه. للاسف احنا لما عملنا موضوع السينما النظيفه كان لازم الرد الفعل الطبيعي ان احنا بعد كده نروح لمواضيع اكستريم، لان الجمهور متعطش خلاص، هو تشبع بفكره السينما النظيفه وسينما المحجبات والسينما الدينيه او اللي هي ذات صبغه كده مجرد ادعاء يعني، عشان فكره ان هو تجاره برضو، لان استخدامهم لمصطلح السينما النظيفه مجرد انه موضه. فبالتالي انت دلوقتي الموضه، لا انا عايز اشوف مواضيع جريئه، انا عايز اروح للجنس، عايز اروح للسياسه، عايز اروح، بس هل مين بقى اللي بيروح؟ هي دي الكارثه، ان يبقى حد مش واعي للحكايه اللي هو رايح لها دي، ان ما عندناش مشكله ان احنا نقدم مواضيع جريئه، بس بنقدمها ازاي والمين وعايزين نقول ايه. فالثلاث حاجات دول مش غايبين عن الحكايه، هم مقضينها برضو تجاره، ان الجمهور عايز يروح لمواضيع جريئه. اه طبعا الجمهور عايز يروح لمواضيع جريئه نظرا ان هو خارج من السينما النظيفه، بس انت هتوديه لفين؟ هتوديه للاكستريم برضو، ولا هتاخد الموضوع بالنص ان احنا نناقش مواضيع جاده، مواضيع جريئه، بس ابقى عارف انا رايح فين، هدفي ايه؟ مش الموضه، او مش ان انا بدور على المانشيت والافيش ازمه منتصف العمر. لا، كان في مواطن خلل جسيمة، عشان كده عمل ردود فعل عكسية وسلبية كتير جدا. فالفكرة مش ان انا اروح لموضوع جريء، لا انا عايز ايه من الموضوع الجريء ده، مستني منه ايه. فللأسف أزمة منتصف العمر ما هوش حاجة نقدر نقول لا هو مؤشر. احنا كذا مسلسل كان مواضيعهم جريئة يعني، احنا شفنا فيلم اصحاب ولا اعز، شفنا بعد كده الليلة واللي فيها، شفنا القاهرة منورة بأهلها او اللي هو بتاع يسري نصر الله، رحنا وعد ابليس، يعني شفنا في حاجات كان في حاجات جريئه، بس محدش راح للمنطقه الامنه وقال لك انا موضوع جريء وانا قادر اعمل تغيير. لا، لانها كلها كانت تغييرات من على الوش، الغرض منها مغازله الجمهور، وده اللي بيحصل، ان يعني بيحققوا مشاهده عاليه جدا، بس انت عايز ايه من وراها ده؟ طب في المقابل بقى الدراما، واحنا داخلين على موسم رمضان الكبير، هتظل الدراما على الشاشه الصغيره مرتبطة برمضان فقط؟ يعني ما ينفعش يبقى فيه أوف سيزون للشاشة؟ لا، والمنصات أثبتت ده؟ لا حصل، طول الفترة اللي فاتت دي كان في عندنا مسلسل إيجار قديم، كان عندنا بينا معايا، كان عندنا موضوع عائلي أو العيلة دي، كان عندنا أعمل إيه بتاع خالد الصاوي، يعني كان عندنا عدد من المسلسلات. بس الكثافة دعاء، يعني في رمضان إنتاج الدراما المصرية تجاوز 16 عمل، قرابة 20، ده هينزلوا دفعة واحدة، لكن في الشهور الباقيه بينزل لك عمل درامي كل شهر مثلا. يعني بيبقى في على القنوات الرئيسيه بيبقى في مسلسلين ماشيين بارلل مع بعض، يخلصوا ويخش اللي بعديه وهكذا. ده كويس، لان منطقه ربات البيوت او الناس اللي بتتابع التلفزيون لسه ستيل القاعده دي موجوده، ما اتغيرتش، فلازم اقدم لهم منتج، فهو ده المنتج اللي انا بقدمه خلال الاوف سيزون، وبيحقق مشاهدات جيده لو العمل جيد برضه. والانتاج بيبقى سخي في لا الاوف سيزون، لا طبعا اكيد اقل بكتير. الاوف سيزون اقل، بس انتاج الشاشه في رمضان بيبقى طبعا مصروف عليه اكتر، لان الشركات كلها بتبقى نازله بتقولها عشان اخطف التورته الاعلان، لان هم التورته قد كده، فكل واحد بينزل بيدي من قلبه يعني فلوس كتير على امل ان يبقى العائد مشاهدات ليه هو عشان نسبه الاعلانات. فلا طبعا رمضان بيبقى انتاجيا بيكلف كتير جدا جدا، غير الاوف سيزون بيبقى منى زكي راجعه تاني، ففي تنوع محمود وشيء جيد جدا. فكره الكوميدي اللي احنا كنا متعطشين له السنه اللي فاتت، ناس كتيره جدا انا منهم مستنيه احمد امين في السفاره، عشان هيبقى مع الدحيح تركيبه لطيفه وذكيه، دنيا سمير غانم وحشانه بقالها كتير. فلا في محمد رمضان برضو راجع بالشكل اللي هو معتاد بالنسبه له، اللي هو فكره البطل الشعبي او البطل التراجيدي بتاعنا، بس كمان لجمهوره. فكل الناس موجوده، وده اللي احنا كنا محتاجينه، ان يبقى في كمان عندنا تيمات مختلفه، فمش بس الاجتماعي ومش بس العسكري، لا السنه دي اعتقد ان هو موسم قوي هذا العام. مصروف عليه كتير؟ اكيد اكيد. الدراما الاخرى العربيه التي تنافس الدراما المصريه دراما ايه؟
هي بص شامية بقت خليجية. هو طبعا الدراما اللبنانية بقت قوية جدا جدا الفترة الأخيرة دي بشدة، يعني الدراما السورية تراجعت وبقى الدراما اللبنانية. الدراما السورية للظروف العسكرية والظروف السياسية فتمام. كمان الدراما الخليجية، بس احنا بقى في عندنا مشكلة في ايه بقى؟ ان كله قافل على نفسه، يعني اللبناني قافل على محيط الخليج، الخليجي قافل على الدول الخليجية اللي هي منتجة العمل. احنا كمان بقى عندنا مشكلة ان احنا قافلين على نفسنا، بقى نادرا الشاشات الخليجية ما بقت بتشترينا. بقى بيعمل ايه؟ هو انتج لنفسه وبيجيبك عنده كنجوم، فبيعمل حاجته بنفسه بالعمالة المصرية. فده بقى بالفنانين المصريين، بالفنانين المصريين. ما بقاش دلوقتي عنده بيشتري مسلسلات ان هو بالظبط انا اعملها في بلدي، يعني اعملها واجيب كل العناصر. وعشان كده بقت مسلسلات المنصات صحيح انها تبدو انها انتاج خليجي، لكن في النهايه بعناصرك المصريه. فده بيزود لك طبعا فكره انها اد فاليو للقيمه المصريه، ان انت موجود ومتواجد وفنانيننا موجودين في كل حته، وعلينا ان نعترف بده عادي. ده فنانك وفي نفس الوقت بيدخلك دخل، لان العماله دي كلها كانت هتشتغل فين؟ فكويس الحمد لله حاله ان احنا بنتوزع على القنوات، حتى لو كانت جهه الانتاج مختلفه مش مهم، بس المهم الناس دي تشتغل وتلاقي لها مورد دخل ثابت وجيد. فليها ميزه، واعتقد ان عيوبها لا، ما فكره ان انت بس ما عندكش الابر هاند او ما عندكش التحكم الكامل في الكونتنت اللي بيظهر. عشان كده بيظهر لنا حاجات ايه، ظواهر غريبه مش عارفين لسه هنتاقلم معاها ازاي او هنصدها ازاي. خلينا نطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل نكمل مع ضيفتي الناقده الفنيه الاستاذه دعاء حلمي. الفنانة الكبيرة منى زكي ليها مسلسل هيعرض في رمضان القادم بإسلام، أنا خلال 3 أسابيع، اسمه تحت الوصاية. نشرت الفنانة أو جهة الإنتاج بوستر للمسلسل، عبارة عن صورة عرضوها شباب على الشاشة للفنانة منى زكي وهي مرتدية الحجاب. يعني ربما دي الشخصية اللي هاي الصورة قدامكم على الشاشة اهي بشكل مكبر، و فجأة أثير حولها لغط كبير. يعني أنا ما شفتش حاجة في الصورة يعني، ولكن جرى توجيه سهام ونقد حاد للفنانة الكبيرة منى زكي. تعليق الناقدة الفنية دعاء حلمي. ده نقدر نقول تبعات الفيلم اللي اتحصل عليه ضغط وعليه لغط ونتيجة دورها، فبالتالي مستنيين لها هتظهر تاني بأنهي شكل. أصحاب ولا عز؟ فهي راحت للإكستريم. لسه الجمهور فاكر؟ طبعًا طبعًا. هو ده العيب بقى، إحنا بنروح لمواضيع جريئة زي ما كنت بقول لحضرتك. أنا عايز إيه من الموضوع الجريء وهستفيد منه إيه وإيه الرسالة اللي أنا هقولها؟ التلاتة دول ما اتحققوش عندنا في أصحاب ولا أعز، فبالتالي بقى صورة سلبية على النجمة. فبالتالي الناس مستنيينها، فلما تظهر لهم تاني تظهر لهم بال طب هي ما ظهرتش عملت حاجة مختلف. غلط، ده زهرة محجبة، يعني هتقوم بمواطنة محجبة وما اكثرهن يعني. للاسف احنا عندنا الجمهور لسه لغايه دلوقتي فاكر ان محمود المليجي شرير، هو عمل دور يبقى اذا انا هفضل حبسك فيه لغايه اما تخرج بره الحكايه. فهو اللي حصل ان هم حبسوها في الاتهام بتاع الدور بتاع اصحابه العز، فبالتالي مستنيين لها عايزين نتفرج. فنزلت لهم بصوره عليها لغط اخر، فكره الحجاب، لان ده موضوع لغايه دلوقتي في مجتمعنا موضوع حساس. يبقى انت لا، انت تلبسي الحجاب ازاي بعد دورك دوت؟ يا سيدي ده دور وده دور، ده تمثيل. فلسه الجمهور عندنا ما عندوش فكره الفلكسبيليتي بتاعه التمثيل. ولو نجمه متجوزه نجم عملت دور فيه شويه جرأة، جوزك فين؟ يعني بقينا يعني في حاله خلط كده غريبه ما بين ان هو ده مجرد دور وده تمثيل وده فن ودي شغلانه، ما بين حياتنا الشخصيه وحياتنا الخاصه. الخلط اللي بيحصل مع الجمهور ده شيء بائس جدا، لان احنا لسه ما شفناش. وبعدين احكم كمان على الكونتنت، احكم على دورها على ادائها. لكن ده نقدر نقول تبعات ان اختيار النجم كمان لازم يبقى هو متحسب للمجتمع اللي هو خارج منه. مش عشان انا عايزه امثل وعايزه اعمل ادوار جريئه، لا، لازم احطها في فريمها ان ده كمان هيتحسب وهيتاخد من رصيدي. فهي بتدفع جزء من اختيار سيء قبل كده. تفتكر ده هياثر على منى زكي في الاعمال الدراميه القادمه؟
لا هي انا كنت خايفه بس كمان من المسلسل ده ان هي عايزه المفروض تقوم بدور راجل، انها هتتنكر في زي رجل، وده اللي حصل في مسلسل روجينا اللي هو مسلسل ستهم، برضو هتتنكر في زي راجل. ده هنا مغامره غير محسوبه، بس اللي عرفته ان منى زكي لا لغوا موضوع التنكر ده الحمد لله، لانه ميس كاستنج ما ينفعش. منى زكي مش الشخصيه، هي صوتها ناعم وبنت خارجه الجامعه الامريكيه وطريقه كلامها، فكان هيبقى اختيار غير موفق. مش عارفه هل مصممين على فكره انها تبقى راجل ولا لا، بس اتعشى من هو يروح لمنطقه جديده. عندنا 4 مسلسلات السنه دي، الست فيهم بتحاول تغير الكوميونتي او المجتمع اللي هو قايم فيه. يعني عندنا منى زكي في تحت الوصاية بتتصادم مع فكرة الورث وفكرة الموروثات بتاعتنا، نفس الحكاية ستهم بتتصادم مع الموروثات والمعتقدات القديمة، عندنا نيلي كريم في عملة نادرة كمان مع المجتمع الصعيدي بيحصل فكرة ان الورث، طب البنت من حقها ولا لا، روبي كمان في حضرة العمدة، نحن شايفين انها عمدة هتروح تبقى هي مترأسة يعني قرية في الصعيد. فأنت عندك 4 ستات بيتصادموا مع المجتمع، يا ترى مين فيهم بقى اللي هيبقى التون بتاعها مسموع وما هوش فج وما هوش اعتراض للاعتراض، لأن مش كل الموروثات اللي عندنا يجب هدمها. ما احنا برضو ما نبقاش عاملين زي اللي بيهد المعبد يعني، ما هو ده ما ينفعش. مين فيهم بقى اللي هينجح في ده؟ الكتابة هي اللي هتقول والعناصر الفنية هي اللي هتقول، فيا رب يكون حاجة محسوسة وبشكل فني. تعالوا نروح لمسلسل يسرى، اعرضوا البوستر بتاعه. ويسرى لا تزال تتألق في دراما رمضان، محافظة على مكانتها رغم خروج عدد من أبناء جيلها من المشهد يعني. صحيح. تعليق. يسرى الحمد لله لقت نفسها في شكل مختلف، يعني هي كانت فترة مصممة على السسبنس الاجتماعي. شفنا اللي هو فوق مستوى الشبهات، شفنا خيانة عهد، شفنا يعني كل المسلسلات اللي كانت ما بعد فوق مستوى الشبهات كلها كانت رايحة نفس التيمة، العائلة وإن ممكن يحصل خيانات جوه العيلة الواحدة، بيصفوا حساباتهم إزاي، هي بتنتقم إزاي، خلاص حفظنا الحكاية أو التيمة دي. فالحمد لله هي كانت فطنة كفاية إنها ما لقت إن خلاص الموضة دي لازم تخلص، وانتقلت إلى موضة أخرى أو تيمة أخرى، فكرة الكوميديا الاجتماعية. نجحت إلى حد كبير السنة اللي فاتت مع هالة خليل، السنة دي شايفينها مع مخرج لأول مرة للدراما عمرو صلاح، احنا شفناها أكتر من مرة في السينما يعني عمل ألبومه مثلا، ورايحة لمحمد زلفقار برضو كاتب مختلف. فالستايل المرة دي كوميدي، عاملة كاركتر ست جاية من برة وليها تعليم مختلف، بتتصدم بقى لها سنين غايبة عن مصر بفترة كبيرة، فعشان كده اسم المسلسل ألف حمد لله على السلامة، وشايفين شنط السفر وشايفين ولادها، تركيبة مختلفة. فيا رب تنجح في فكرة أنها تلفت النظر تاني لمنطقة اللايت كوميدي أو الكوميديا الاجتماعية. نروح لأمير كرارة سوق الكانتو، وبرضو من أبطال وهو أبطال الأعمال الدرامية في رمضان، بقاله أكتر من 4 سنوات محافظ على المكانة دي، يعني ده مختلف تماماً. الحمد لله انا حسيت ان هو بنشوف امير كرارة هنشوفه في شكل مختلف. اعتقد ان هو بعدنا عن الشكل العسكري اللي احنا تعودنا عليه فيه، بعد عن الصعيدي او نسل الاغراب، هنا رايحين لمنطقه جديده مختلفه. انا متفائله جدا بحسين المنباوي لان دي منطقته، منطقه الحاجات الارتستيك اللي فيها زي جزيره غمام، زي الفتوه، فيها الستايل الفني جدا وفي نفس الوقت ستايل تاريخي. التركيبة حلوة، أنا شايفة مي عز الدين كمان شكلها حلو ومختلفة جدا، وفتحي عبد الوهاب غول تمثيل، أما يبقى مع أمير كرارة أظن أن الشاشة هتعلى كده ويبقى فيه ثراء بشكل كبير. فده من المسلسلات اللي أنا متفائلة بيها جدا جدا يعني. هل إحنا كده رايحين لمسلسلات اللي ما بقتش بطولة النجم الواحد؟ ما خلاص ما يعني فتحي عبد الوهاب نجم، مي عز الدين نجمة، وأمير كرارة يعني ما بقاش طبعا لأنه ممثل واحد يقوم بالعمل، ما بقاش ينفع يعني. احنا شفنا مي عز الدين كانت بطلة طول الوقت، شفتها السنة اللي فاتت نجاحها كان للقمة في جزيرة غمام في دور تاني أو دور تالت بعد طارق لطفي، فبالتالي هي بقت ذكية كفاية، وده ذكاء النجم إن ما فضلش مصمم على فكرة أنا بطل من الجلدة لجلدة. لأن شفنا ده مع دينا الشربيني سلسلة نقدر نقول إخفاقات، اختيارات غلط،
مش قادرة أنها تصمد في فكرة البطولة المطلقة دي، فبالتالي لازم أن أنا لا أبقى ذكي كفاية أن أنا ممكن أرجع لدور تاني واي نوت وأبقى بطلة قدام البطل الرئيسي. فلا أنا شايفة أن ده ذكاء من مي عز الدين ونجحت فيه السنة اللي فاتت وهتنجح فيه أعتقد السنة دي. في المسلسلات الأجزاء في عندنا شلة كبير، بس فاكر الليالي الحلمية ورأفة الهجة كان أكتر من جزء على مدار كام سنة ومش عمل درامي واحد. مسلسلات الأجزاء احنا شفناها برضو في المنسي، فحقق اللي هو الرسالة بتاعته فخلصت عند الثلاث أجزاء بتاعتي خلاص تمام. مش كل المسلسلات اللي يصلح ان انا، وبالذات ان بقتش بتتعمل يعني بقى ايه مسلسل ينجح فيلا بينا نعمل جزء تاني، مش من نسيج الحكاية زي موضوع عائلي، زي موضوع عائلي وللأسف الجزء التاني مش زي نجاح الجزء الأول لأن المسج بتاعته خلصت انتهت. مش لازم أستغل نجاح مسلسل في أن أنا يلا بينا نعمل له جزء تاني عشان نلوي كل الحاجات. طب يعني مثلا زي أزمة مصر في العمر عايزين يعملوا منه جزء تاني، إذا كان أبطاله كلهم ماتوا يعني هنعمل إيه؟ فقال لك لا ناخد العنوان بس ونجيب أبطال تانية، اللي هو فكرة أن أنا بلفق لمجرد أن أنا اللي تغلبه لعبه، اللي هو فكرة ايوه التيمه دي تستحمل، وكنت المفروض تبقى مقرر من قبل ما تخش الموضوع ان ده هعمل منه جزئين وثلاثه واربعه. بس عايز اقول لك الدراما الامريكيه اغلبها برضو اجزاء يعني ده هايل، بس عشان القماشه تستحمل العمدان اللي شايله الحكايه دي انا راملها اساس من الاول، ف ذا بولد اند بيوتيفول انا رامي الاساس دوت من جدود الجدود، لكن ما ينفعش ان انا حاجه عاملاها من على الوش ما فيهاش اصلا قواعد اساسيه يعني تشيل المبنى ده واقول يلا بينا نستغل. لا هتلاقي الحكايه كل شويه المبنى عمال بيقع مني فابطله لما الناس تبطل. طب وليه من الاول احمل الاساسات دي بتاعتي كويس جدا فبالتالي اقدر استحمل ان انا اعلي الدور الثاني واعلي الدور الثالث واعلي الدور الرابع من غير ما المبنى نفسه ينهار ويبقى يسيب انطباع سيء عند الناس. هل احنا كده ما بنعرفش ننهي نهايات المسلسلات؟ لا خالص، بس الفكرة كلها أني بستغل، وده بيحصل في مسلسلات المنصات على فكرة، بعد ما بينزل لغاية الحلقة السابعة يكتشفوا أن نسبة المشاهدة نطت جدا فيقول للكاتب اعمل لي حاجة اقفل لي آخر حاجة بتتصور نهاية مفتوحة عشان أقدر ألحم تاني. ما هو برضو ده معناها لف ودوران، يعني ده معناها أن أنت مش مالي إيدك من الحكاية اللي أنت داخل بيها أصلا، فعشان كده دايما بتلاقي الجزء التاني أقل بكتير من الجزء الأول. ياسمين عز وأحمد العوضي بيشاركوا في رمضان هذا العام بعمل درامي، هم طبعا أزواج ياسمين عبد العزيز وياسمين عبد العزيز ليها يعني هي نجمة وبطلة كبيرة فتقدر تشيل عمل درامي يعني، لكن بتشارك أهو في ضرب نار مع أحمد العوضي يعني. مش عارفة يعني أنا خايفة بس إن إحنا نبقى رايحين للطبقة الشعبية، أكيد طبعا هيبقى هم بيتنافسوا مع حضرة العمدة أو مع أسفل هو جعفر العمدة، لأن إحنا عندنا حضرة العمدة روبي ورمضان فالمنافسة هنا اللي هو تورتة أو كعكة الستايل الشعبي مين فيهم اللي هينتصر. بس المهم كمان يبقى مش شعبي بالشكل اللي من على الوش اللي هو خناقه وعركه وكده، لا يبقى الموضوع بجد يشيل ده ويستحمل ده، فاتعشى من الاثنين ينجحوا يعني يا ريت. مين ابرز النجوم اللي غايبين عن دراما رمضان وتعودنا عليهم؟ اكيد الاستاذ عادل امام، اكيد الاستاذ يحيى الفخراني، اكيد الناس العظيمه دي. طب يحيى الفخراني ليه يعني وهو يستطيع؟ هي عشان فكره اعتقد الورق اللي يبقى قيد الانتاج، يعني انا عرفت ان هو قبل حاجات وبعدين الوقت اتاخر وبعدين اجلوها، فهي بس اعتقد ان هي فكره الورق المناسب والملائم يعني مش اكتر يعني. بالظبط. غير يحيى الفخراني وعادل امام مع حفظ الالقاب كريم عبد العزيز كان نازل طبعا بالحشاشين بس برضو للاسف التوقيت مخلصي مش معانا، فكريم عبد العزيز غايب عن الصوره. طبعا احمد عز غايب عن الصوره ولو اني انا كان نفسي يبقى موجود، فلا في من ناحيه الناس الغياب لا في ناس غايبه اكيد يعني. دراما الاكشن هتبقى موجوده هذا العام؟ لا شفنا المنسي بطوله وطنيه فيها اكشن سسبنس. لا هو الكتيبه 101 بس اللي عندنا اللي هو عمرو يوسف واسر ياسين، لكن لا ما عندناش حاجه اكشن نقدر نقول اكشن بجد، لان برضو الاكشن مش مطلوب قوي في رمضان يعني، بيحبذ دايما الاكشن نتيجه الانفاق الفظيع انه يبقى عدد حلقات محدده كده زي ما شفنا مسلسل الثمانيه مسلسل وعد ابليس حاجات في المحدود يعني، لكن لا ما عندناش حاجه اكشن السنه دي. عندنا عمل ديني واحد الامام بالظبط يعني
خالد النبوي اكيد بالظبط. يعني ده بدايه لعوده الدراما الدينيه للشاشه يعني. يا رب. الجهه المنتجه تشكر على ده لانه عاده لا يقبل المنتج على انتاج اعمال دينيه. بالظبط. فدي مغامره بس اتعشى من هي تخلق حاله من الجدل الايجابي اللي هو احنا بنشوف حد من تراثنا بشكل لحم ودم. فيا رب يحصل ده. احد اصحاب المذاهب الاربعه يعني. بالظبط. وبالاضافه كمان خالد النبوي تميز جدا في ممالك النار، الواحد متشوق له بشكل كبير جدا في المنطقه دي، فمتفائله برضه ومنتظراه بشكل كبير جدا جدا يعني. نعود الى برامج اخرى خدت شهرتها من رمضان زي برامج المقالب، هل شايفها تستمر هذا العام بعد ما تراجع عنها الجمهور العام الماضي؟ لا ما اظنش، بالذات اللي هي الحاجات اللي فرقعت شويه بتبقى عامله زي الموضه. بتستمر سيزون. لا ما هي هتستمر طبعا، هتفضل موجوده لان زبونها موجود على سبيل الفضول اللي هو زي ما بيحصل كل سنه، ما نشوف كده هو مقدم ايه السنه دي. فبعد حلقه حلقتين خلاص يا عم ده، ما احنا عرفنا الحلقه كلها هتمشي ازاي. مفيش افكار جديده. المفروض ان هو انت فكره واحده بتستمر معاك ال 30 حلقه، بس نوع لي في شكل المقلب، روح لمنطقه جديده زي كاميرا الخفيه فؤاد المهندس الله يرحمه واسماعيل يوسف. كنت بتتوقع الحلقه فيها ايه؟ كان كل حلقه فيها اربع خمس فقرات مختلفين تماما. بالظبط. ما تتوقعيش. وابراهيم ناصر الله يرحمه كان ملك المنطقه دي، ما كنتش تقدر تتوقعه. لكن هنا مجرد لما بتتفرج على الحلقه الاولى خلاص انا عرفت لغايه الحلقه ال 30 انا رايح فين، هسمع صويت وهيصوتوا ويضربوا بعض. طب وبعدين؟ فلا، استهلكت برامج المقالب يعني، ارجو انها تكف بقى يعني، نلاقي لها بديل. مسلسلات الاطفال زي بكار وعصام لا عندنا والمصباح. عندنا يحيى وكنوز السنه اللي فاتت حقق مشاهده لطيفه جدا، عندنا الجزء الثاني منه. مسلسل كمان معتمد على فكره الشق التاريخي كمان. فلا متواجد عندنا الفيلم الكرتون بيحيى وكنوز، عندنا مسلسل يصنف اطفال دنيا سمير غانم، في جزء كبير من الاطفال، في جزء كبير من الدنيا مش كرتون، ده مسلسل. لا ده مسلسل بس نقدر نقول ان هو رايح للجمهور المستهدف بتاعه الاطفال. لكن كاطفال صرف لا، هو يحيى وكنوز. يبقى احنا كده عندنا التاريخي الديني الكوميدي بقى الكوميدي عندنا بتاع اربعه كوميدي، فده شيء لطيف جدا. الاجتماعي رايحين اللي زي ما بقول لحضرتك اللي هي فكره ان البطله تبقى عندها فكر وعندها رايحه عندها الاجتماعي طبعا بمسلسل جميله ريهام حجاج بتوليفه وتركيبه كبيره جدا من النجوم، اكبر كمان من السنه اللي فاتت، فده شيء جيد جدا. لا الحقيقه ان السنه دي في حاله زخم وثراء كده. 16 عمل درامي شايفاها رقم ايه، متوسط ولا كبير؟ كافي. كافي ليه؟ احنا عايزين فنانين اكتر يشتغلوا. لان عشان يتشافوا، لان احنا ما بنلحقش نتابع، وكمان فواصل اعلانيه بتبقى قاسيه جدا وكتيره جدا. فلا انا شايف 16 هايل، مع كمان ان هم اربعه منهم او يمكن اكتر 15 حلقه يعني، حلقات 15، فده شيء كويس جدا. فلا انا شايفه ان احنا كده هايل يعني. ك 16 عمل درامي. ك 16 عمل درامي. اجمالي بقى الاعمال الدراميه في المنطقه العربيه يصل لكام؟ لا تقريبا 33. لا في مسلسلات كتير في عدد كبير من القنوات بيعتمدوا على العناصر المصريه، فده عدد هايل. احد الفنون اللي اختفت فن المسحراتي وفن الفوازير. صعب يرجع دلوقتي. معرفش ليه، مع ان الفوازير كان اكتر مره اتقال ان والله روبي هتقدم الفوازير، ده دنيا سمير غانم هتعمل الفوازير. معرفش ايه السر، ان يمكن عشان تكلفتها الضخمه لانها مع الاستعراضات والجرافيك والابهار والصوره والازياء، فيمكن يكون فكره البادجت هي اللي حاكمه الحكايه. بس كنت اتعشى من يبقى فيه ده. يا ريت. عوده لمسلسلات رمضان، وهنروح للفنانه منى شلبي يعني ليها مسلسل اعتقد اسمه تغيير جو. الجو يعني، ومنا ظهرت في اكثر من عمل في رمضانات السابقه يعني شايفه ايه؟ بطوله هنا جماعيه ولا بطوله فرديه نسائيه؟ بطوله جماعيه برضو، ده شيء لطيف جدا، واضح انها رايحه لستايل اجتماعي مش زي السنه اللي فاتت مش بطلوع روح. الناس عايزه متشوقه لمنى شلبي لان اختياراتها ذكيه، من الفنانين اللي بتعرف تختار، لان مش كل الناس اللي بتعرف تختار يعني. زي ما قلنا منى زكي دايما بيبقى فيه ساعات عمل كويس وعملين لا يعني متذبذبه، او فكره اختيار الورق عند منى زكي فيها مشكله. منى شلبي لا، بتعرف تختار ادوارها بشكل جيد، الناس بتستنى طلتها بشكل كبير،
فانا شايفه انها اضافه السنه دي، و15 حلقه كالمعتاد، فده لطيف جدا. في نهايه لقائي بشكر ضيفتي الكريمه الناقده الفنيه المتميزه استاذه دعاء حلمي على هذه الاطلاله الممتعه على دراما رمضان. اشكرك شكرا جزيلا، نورتي. حلقتي انتهت معاكم، كل الخير لكم، سلام عليكم.